أزول في اللون. مرحبا بكم الجميع اللي حضروا ومرحبا بالمشاركين، ونعتذر على هذا التأخير اللي حصل بأسبوع والذي منع كثير من الحضور، ولكن مش مهم، الأهم هو قيام المؤتمر. وإحنا كحركة تغيير شمال إفريقيا الهدف متاعنا أن المؤتمر هذا يحصل ولو حتى الحضور قليل. إحنا نعرفوا أن شمال إفريقيا هي منطقة استراتيجية وعندها ثروات طبيعية وفيها صراعات كبيرة من بين ما يسمى الشرق والغرب، وهناك كثير من الحركات الموجودة التي تعمل سواء في المجال السياسي أو في المجال الفني أو غيره من أجل الحفاظ على الهوية الأمازيغية. وإحنا قررنا كحركة تغيير شمال إفريقيا منذ تقريبا 3 سنوات أطراف من ليبيا ومن تونس ومن الجزائر ومن المغرب على أن نؤسس هذه الحركة لكي تكون منبر إعلامي لكل الأصوات الأمازيغية في شمال إفريقيا. وحددنا أن الأمازيغية على أساس أنها معناتها روح الإنسان الذي ينبع من الأرض. حركة تغيير شمال إفريقيا حطت مبادئ أساسية هي الهوية الشمال إفريقية، أساسها الأرض والتاريخ المشترك. النقطة الثانية، الحرية هو حق مشروع لبني البشر دون أي اعتبار عرقي أو ديني أو جنسي أو عرفي. الفكر هو كائن حي يتمتع بحق النمو والازدهار وممنوع قتله. التجارب الإنسانية هي مدرسة نتعلم منها، ولكن ناخذ منها الخصوصيات اللي تخصنا احنا كشمال إفريقيين. الإنسان هو المشروع الأساسي، واحنا في مشكلة متاعنا في شمال إفريقيا إن ما نهتموش بالإنسان، لأن بدون الاهتمام بالإنسان اللي هو طبعا الأجيال القادمة والأطفال لا يمكن يكون ازدهار حضاري. وعلى ضوء هذه المبادئ صاغت حركة تغيير شمال إفريقيا عدة نقاط. النقطة الأولى هو الدفاع على الحريات وحقوق الإنسان وكسر كل القيود المفتعلة عليها. النقطة الثانية، تطوير قيم المجتمع ومحاربة العنصرية الدينية والجهوية واللغوية. النقطة الثالثة، إعادة النظر في طبيعة الأنظمة الحاكمة في شمال إفريقيا للوصول إلى حكومات وطنية ذات كفاءات يمكن أن تتفهم شعوبها. النقطة الرابعة، رفع الحدود بين دول شمال إفريقيا، طبعا هذه مرحلة أخيرة، وتوحيد النظام الجمركي والعملة وتفعيل حرية التنقل والأفراد والممتلكات بين الدول. النقطة الخامسة والأخيرة، قطع العلاقات التي بنيت على مبدأ استعماري وبناء علاقات تقوم على أساس المصلحة المشتركة والاحترام للإنسان الأمازيغي. هذه النقاط الأساسية اللي معناتها تأسست عليها حركة تغيير شمال إفريقيا. الآن احنا في المؤتمر هذا حبينا معناتها نلخص الوضع اللي تعيشه شمال إفريقيا، ونعمل مقارنة من بين الثورات اللي قامت في 2011 واللي طالبت بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية واللي ما تحقق منها شيء بعد 6 سنوات من الانتفاضات، وما يحدث في الريف حول الحراك الريفي. احنا نعرف اللي أطلق عليه ما يسمى بالربيع الديمقراطي هو لا ربيع ديمقراطي ولا شيء. احنا في هذا المؤتمر نحب نطرح التجربة التونسية، طبعا نبدأ بالتجربة الليبية. معناتها المؤتمر باش يكون مقسم إلى 4 كلمات، تبدأ الكلمة الأولى مع السيد مهند بنانة وبش يتكلمنا عن التجربة الليبية، ثم نتكلم أنا كريم العبيدي حول التجربة التونسية، ثم يتم طرح الوضع الحالي في الريف عن طريق السيد أحمد الصدقي وسعيد خطور. تفضل مهند، الكلمة لك. أزرف اللون يتمنى تسمى يتسوف ما تسال الله استعرض باش ينتقل المدينة. طبعا أنا مهند بنانة من أمازيغ ليبيا، واليوم في هذا المؤتمر نحب نعطيكم وجهة نظري في الثورة الليبية وعلاش يعني ما قدمتش أو ما حققتش أهدافها.
والثورة الليبية في وجهة نظري تجاربها مهمة لحراك الريف باش نحاولوا ما نقعوش في نفس الأخطاء. طبعا باش نبدأ بعبارات يعني قالت في ليبيا واليوم تقال في المغرب، تقال في تونس والجزائر بعبارات يعني بصيغ أخرى. يعني مثلا في ليبيا في 2011 كانت المظاهرات تقول الله ومعمر وليبيا وبس، هذا كان شعار الناس اللي تدعم في النظام. والصراحة أن أمتى نسمع في المغرب نفس الشعار الله الوطن الملك، وكل ما نسمع الشعار هذا نتفكر الشعارات في ليبيا ونحس أو نعتقد بأن فيه نفس النسق. يعني الشعار الثاني اللي كان مستعمل في ليبيا في 2011 هو شعار عاش الفاتح، والفاتح هو اسم الثورة أو ما يسمى بالثورة في ليبيا اللي قادها عقيد معمر القذافي. ونفس الشعار نسمعه في المغرب اليوم اللي هو عاش الملك، بنفس الصيغة بنفس المفهوم. والحاجة الأخيرة اللي بنقولها لكم قبل ما نبدأ في الكلمة هي أن في 2011 كان النظام الليبي يستخدم نفس الأسلوب، يعني ربط العلم بالنظام وربط صورة العقيد بالنظام. وواحدة من الأشياء المشتركة كان اللي هو يعني نوع من التقديس للعقيد القذافي، وكان فيه الركوع وكان فيه السجود. ونفس الشيء تجد بنا في المغرب فيه نفس العقلية ونفس التصرفات، أي تقديس الملك وتقديس تقديس العلم وربط الرموز بالنظام بدل ما ربطها بالوطن. خلي نبدأ يعني بمقدمة تاريخية لنا من وجهة نظري، يعني أن باش نعرف المستقبل لازم نفهم التاريخ، وقراءتنا للتاريخ لازم تكون نقدية، لأن القراءة النقدية للتاريخ يكون هدفها الإصلاح الحاضر وتوقع مشاكل المستقبل، بدل ما تكون قراءتنا قراءة سطحية وجامدة زي ما هو اليوم يعني متعارف عليه في دول شمال أفريقيا مما يسمى المثقفين والصحفيين والسياسيين والآخرين. لأن المشكلة اليوم في شمال أفريقيا من وجهة نظري هي انعدام الذاكرة التاريخية أو الوعي بامتداد تاريخي للشمال أفريقي. وهذه مشكلة كبيرة، لأن لو إحنا يعني ما نعرفوش، يعني إذا كان الإنسان ما يعرفش من وين جاء فمن الصعب أن يعرف يعني موقعه في العالم. هذه مشكلة اليوم نعاني منها، واللي هي يعني عدم فهمنا لتاريخنا، أو زي ما أقول أحد الكتاب يعني أحسن طريقة لتدمير مجتمع ما هو حرمانه من فهم تاريخه، وعدم فهمنا لتاريخنا هو أنا أعتقد يعني أساس مشاكلنا. خلينا نعطي يعني بسرعة يعني مختصر للثورات في شمال أفريقيا، لأن الثورة في حد ذاتها في ليبيا مش حالة طارئة، بالعكس الثورة في ليبيا كانت عادة، يعني شيء متعارف عليه، وممكن الاستقرار في ليبيا هو شيء طارئ، ولم يتجاوز الاستقرار في ليبيا 40 عام اللي هي من 1969 إلى 2011، ولكن قبل هذا كان دائما فيه ثورات وكانت تأخذ يعني أسماء مختلفة، تسمى مرات بالتمردات أو جهاد ضد النصارى، ولكن كانت الثورة هي الأساس. وكانت الثورات طبعا دائما يعني ضد الاحتلال، وهذا الاحتلال مختلف الأنواع، في الاحتلال اللي هو السياسي، في الاحتلال الثقافي، في الاحتلال يعني الاقتصادي. وواحدة من أولى الثورات في شمال أفريقيا كانت ثورة مطوس في القرن الثالث قبل الميلاد، وكانت ضد الدولة القرطاجية، وكان سبب الثورة هو أن الدولة القرطاجية استغلت الجنود الليبيين كمرتزقة وما دفعتش يعني مستحقاتهم. ولكن هذه الثورة فشلت، وكان سبب فشل الثورة الليبية في القرن الثالث قبل الميلاد
هو استعانة القرطاجيين ببعض يعني الأمراء النوميديين وبوعد الزعماء القبائل الأمازيغية في ليبيا يعني بزيادة الامتيازات. وعندما نقرأ تاريخ شمال أفريقيا نجد دائما أن يعني هذا النمط من الثورة ثم الفشل يتكرر، ونفس الشيء يتكرر في القرن الأول الميلادي مع تكفير ناس واللي قاد ثورة مهمة ضد الرومان، ولكن وكان سبب الثورة هو يعني سيطرة الرومان على الأراضي الخصبة في جنوب تونس وحرمان قبائل مسلامي من الراعي وإلى آخره. وفشلت الثورة طبعا لأن الرومان استعانوا بالمرتزقة وإلى آخره. طبعا حبش أطول عليكم في ذكر الثورات، ولكن الفكرة هي بأن عشرات وربما مئات الثورات حصلت في شمال أفريقيا وكلها كانت تفشل. وفي رأيي أن السبب فشل الثورات هذه نقدر نختصره في ثلاث نقاط أساسية. والنقطة الأولى هي التدخل الخارجي، والنقطة الثانية هي غياب تصور ما بعد الثورة، والنقطة الأخيرة هي حكومة الأشخاص أو المؤسسات الصورية. خلي نبدأ بالنقطة الأولى واللي هي التدخل الخارجي. طبعا التدخل الخارجي في ليبيا كان معقد جدا، ولكن نقدر نختصره في جانبين، الجانب الغربي والجانب الشرقي. الجانب الغربي طبعا متمثل في دول الناتو مثل بريطانيا، إيطاليا، فرنسا، أمريكا. والشرقي زي ما تعرفوا متمثل في دول مصر، السعودية، الإمارات. ولكن الجانبين هادو يختلفوا، لأن الجانب الغربي كان هدفه الوحيد هو حماية احتكاره لمصادر الطاقة وإيقاف المهاجرين، يعني كان الموضوع مادي بحث. لكن الجانب الشرقي تدخله في ليبيا كان لأسباب أيديولوجية، يعني كان تدخل مثلا الإماراتي والسعودي في ليبيا كان غرضه هو القضاء على الإخوان المسلمين واستبداله بتيارات إسلامية مغايرة. ونفس الشيء يعني التدخل المصري في ليبيا كان غرضه اللي هو إيقاف يعني الوجود أو يعني الحد من وجود الإخواني في ليبيا، لأن هو يشكل بطبيعة الحال خطر على النظام المصري اللي هو في حد ذاته أصلاً مبني على انقلاب عسكري ضد الإخوان المسلمين. وخلي نبدأ نقول بأن التدخل الخارجي في ليبيا كان في البداية ظاهرياً يعني لمساعدة الليبيين باش يعني يحيدوا نظام القدافي، ولكن طبعاً فيما بعد اتضح أن هذا التدخل عند يعني مآرب أو غايات أخرى. وكان من أهم أسباب يعني استمرار الفوضى في ليبيا اليوم. ولكن قبل أن نتكلم عن أشكال التدخل الخارجي لازم نتكلم عن نقطة مهمة، اللي هي علاش التدخل الخارجي نجح، يعني شنو هي أسباب أن قوة من الخارج تقدر تجيل شمال أفريقيا وتنجح أن هي تتدخل. وأعتقد أن أول أو أهم نقطة هي انعدام الاستقلال الوطني وتبعيد دول شمال أفريقيا يعني للشرق، سواء كان دينيا أو اقتصاديا أو غيره. وهذه التبعية طبعا يعني عندها امتداد تاريخي، سواء كان في فترة الفينيقيين أو الرومان أو غيره. ومثالا مثلا يذكر العروي في كتابه مجمل تاريخ المغرب على الغزو الأموي، يقول مثلا أن الفتح بالأساس كان يعني اعتراف السكان بسيادة الخلافة، ولا يعني فهم لمقاصد الإسلام، بمعنى أن حتى الحركات الدينية اللي وصلت لشمال أفريقيا كان هدفها الأساسي هو التبعية السياسية. واليوم نعيش نفس يعني نعيش وحنا نفس التجربة في ليبيا، يعني مرور يعني من تبعية الخليفة الأموي اليوم ننتقل إلى تبعية الخليفة السعودي أو الإماراتي ولا غيره. ولكن هذه التبعية عندها سبب أساسي في تاريخ شمال أفريقيا وهو القبلية. ومن ليبيا في بالذات كون هذه الكلمة على ليبيا، ليبيا تعاني من القبلية، يعني غرب شرق عرب أمازيغ قبائل البرقة والجهات وإلى آخره.
ولكن القبلية هذه طبعا مع الأسف النظام السابق ما حاولش يمنحها، بالعكس يعني النظام السابق ما قدمش أي رؤية لدولة وطنية عندها امتداد تاريخي وجغرافي. وحتى مصطلح الشعب الليبي في حد ذاته هو أصلا مصطلح وهمي غير موجود. يعني في ليبيا ما فيش شعب ليبي، في قبائل في جهات، ولكن الليبيين انتصارت الثورة اكتشفوا أن لا يجمعهم شيء، وكل إنسان في حالات الضعف وفي حالات الخوف عاد إلى قبيلته ورجع إلى منطقته، لأن النظام السابق أصلا يعني كان مبني على تكريس البداوة ومحاربة الحضارة. وفكرة النظام السابق كانت هي محاولة يعني تغطية البداوة والانتماء العرقي بقومية أو وطنية زائفة. هذه القومية طبعا زي ما قلت يعني في سنوات معدودة انهارت في ليبيا يعني بصورة كاملة، واللي طبعا يبين أن الليبيين في واقع الأمر عندهم يعني غياب للحس الوطني، بل بالعكس في أكثر من حالات تكون الخيانة في نظر البعض هي قمة الوطنية، لأن في جماعات عندها خدمة القبيلة هو فوق خدمة الدولة، وخدمة يعني ابن القبيلة ولاء أهل القبيلة. ونفس الشيء ينطبق على الجماعات الدينية التي أصلا ما تعترفش بحدود الدول، مثل جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين بكافة أشكالهم. الانتماء للجماعة الدينية يعني فوق مصلحة الدولة. ولهذا القبلية في ليبيا كانت يعني زي ما نقوله مثال لفشل المشروع الوطني في ليبيا، ولأن المشروع الوطني في ليبيا فشل، القبلية كانت تستخدم يعني لتقوية التدخل الخارجي. خلي نعطي مثال من ليبيا اليوم باش نوضح كيف أن التدخل الخارجي اعتمد على القبلية. في بداية الثورة في 2011 كان أغلب الليبيين يؤمنوا بالمطالب الحرية، ولكن مع الوقت أصبح أغلب الليبيين يعني يفقدوا في الأمل. والمشكلة أن الثورة في ليبيا ما اكتملتش، يعني استطاعت أن تنحي مجموعة من رموز النظام لكن ما اكتملتش حتى وصلت أن هي تقتل يعني أفكار النظام. وفي هذا الوقت طبعا أصبح الناس خلاص يعني الثورة فقدت يعني زي ما نقوله قاعدتها الشعبية، وبدت الانتماءات القبلية واضحة وصريحة في ليبيا، واللي طبعا بعد شوية هنتكلم عليه. فمثلا في ليبيا اليوم وفي شرق ليبيا استطاعت دولة الإمارات مثلا بدعم عسكري سابق وكنت تعرفوه اللي هو خليفة حفتر في شرق ليبيا، استطاعت أن تدعمه مادياً وإعلامياً، واستطاع هو أن يأخذ دعم القبائل حتى تستخدمه دولة الإمارات للقضاء على الامتداد الإخواني في ليبيا. ولكن المشكلة هي بأن منطقة الشرق اللي هي تاريخياً تسمى برقة أصبحت مطالبها يعني هي مطالب الأمن فقط. يعني 17 فبراير كان مطلبها الحرية، واليوم خلاص الناس وصلت لمرحلة اليأس، أن هي هم الناس يعني زي ما نقول يعني يتخلوا على أحلام الحرية، وأصبح الموضوع كله يعني الأمن بس، أي أن أقنع الناس بأن أحسن وضع ممكن يصير في ليبيا هو ما قبل 2011. وهذا طبعا يعني مش بدعم إماراتي فقط ولكن بدعم مصري وسعودي، دعم مصري متمثل في يعني الدعم اللوجستي والمعلومات الاستخباراتية وغيرها، والدعم السعودي واللي هو يعتبر أهم دعم في شرق ليبيا واللي يتمثل في استخدام الجانب الديني، لأن زي ما نعرف السلفيين ينقسموا إلى أنواع، في السلفيين يعني اللي هم ما يسمى بداعش، في السلفيين يسمى بالقاعدة، وفيه النوع الثالث واللي هو أخطر نوع من وجهة نظري اللي هو يسمى السلفية العلمية أو السلفية المداخلة،
اتباع الشيخ ربيع المدخلي. هذه السلفية استخدمها خليفة حفتر في شرق ليبيا حتى يقدموا الولاء، ونصبوا خليفة حفتر ولي أمر يحرم الخروج عليه. طبعا هذا اللي هو يعني، ونفس الجماعة هذه اليوم تستخدم الخطاب الديني لإثارة الفتنة في ليبيا. يعني مثالا قبل أسبوع أصدر اللجنة العليا للإفتاء في شرق ليبيا دعوة فتوى بتكفير الإباضيين في ليبيا. واللي ما يعرفش الإباضيين في ليبيا، الإباضيين في ليبيا هم يعني نسبة كبيرة من الأمازيغ في ليبيا هم ينتموا للمذهب الإباضي، وتكفير الإباضية عن طريق السلفيين هو عندها أغراض منها سياسية ومنها يعني لشق صف داخل الأمازيغ والإعداد لمعارك مستقبلية، دخول طرابلس، السيطرة على الغرب وإلى آخره. طبعا هذا في شرق ليبيا، ولكن غرب ليبيا الوضع يعني مش أحسن. إن غرب ليبيا فيه قوتين في غرب ليبيا، القوة الأولى ما يسمى بحكومة الإنقاذ. حكومة الإنقاذ هذه أساسها جماعة الإخوان المسلمين مدعومة من دولة قطر وتركيا، وبسبب التدخل القطري والتركي تدخلت الإمارات والسعودية. القوة والحكومة الثالثة، لنا في ليبيا هناك ثلاث حكومات، ممكن ما ذكرش الحكومة الأولى في الشرق اللي هي حكومة مؤقتة، لكن الحكومة الثالثة هي ما يسمى حكومة الإنقاذ، وهي طبعا مدعومة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الميليشيات المسلحة في طرابلس. إذن زي ما نشوف القبلية في ليبيا أسست ثلاث حكومات في ست سنوات، ثلاث حكومات مدعومة من أكثر من 10 دول مقسومة على الغرب والشرق، وكل هذه الحكومات وراء قبائل. يعني حكومة المؤقتة في الشرق تقف وراءها قبائل بني سليم مثل العبيدات والعواقير والآخرة، وقبيل وحكومة الإنقاذ المدعوم الإخوان تقف وراء قبيلة مصراتة اللي هي قبيلة يعني من قبائل الهوار المستعربة، والحكومة الوفاق يتقف يعني معها القبائل واللي تسكن طرابلس وضواحي طرابلس. إذن هذا الدليل يبين بأن القبيلة في إطار الثورة في ليبيا كان عندها يعني دور سلبي جدا، لأن من مشاكل القبائل القبيلة هي أيضا أن هي يعني من سلبياتها الأخرى أن هي تصنع صراع زعامات. ومشكل صراع الزعامات بين القبائل هو أن المعيار مش هو الوطنية أو الكفاءة، ولكن ابن القبيلة ولا أهل القبيلة زي ما ذكرت سابقا. طبعا ننتقل للنقطة الثانية ومن نقطة القبيلة، واللي هي دور الإسلام السياسي والقومية العربية في تقوية تدخل خارجي في ليبيا. طبعا زي ما تعرفوا أن الإسلام السياسي في ليبيا متمثل في الإخوان المسلمين والسلفيين بأشكالهم المتعددة، من جهة ومن جهة أخرى بقايا النصريين والأشباه المفكرين اللي يدعوا الليبرالية والعلمانية. الإسلام السياسي في ليبيا، خلينا نبدأ به، كان هدف يعني كان سبب أساسي باش تتدخل دول الجوار في الثورة الليبية، لأن الإسلام السياسي أصلا في شمال أفريقيا كان دائما عنده هدف واحد هو الوصول للسلطة. وتاريخيا نشوفوا أن دائما الإسلام كان يستخدم لأسباب سياسية. مثلا في المغرب العائلة العلوية وصلت للسلطة بالإسلام، يعني بادعائها النسب العربي الشريف. ونفس الشيء العائلة السنوسية في ليبيا وصلت للسلطة قبل انقلاب القدافي بنفس الادعاء اللي هو ادعاء النسب الشريف. في 2011 الإخوان المسلمين لعبوا على نفس الوتر، وهو ادعائهم بأن الثورة يعني هم الابن الشرعي الوحيد للثورة، وبأن هدفهم هو حماية الثورة، وهم القوة الوحيدة في المنطقة اللي تقدر تحمي الإسلام
وتدخل الإسلام في الدستور. ولكن طبعا هذا يعني كان زي ما نقول ندير شؤم، لأن الإخوة المسلمين في ليبيا كانوا يعولوا على الإخوة المسلمين في مصر وتونس. ولكن طبعا بعد سقوط بعد انقلاب العسكري على الإخوة المسلمين في مصر، أصبح الإخوة المسلمين في ليبيا لقمة سائغة للسعودية والإمارات، وأصبح الإخوة المسلمين ما عندهمش ظهر. وبالذات يعني أمتى هذه ممكن تكلم عليها مسك كريم من بعد، وهي يعني تنازل الإخوة المسلمين في تونس على يعني كثير من المكتسبات حتى يحموا أنفسهم وما يكونش يعني مصيرهم زي مصير الإخوة المسلمين في مصر. ولكن زي ما قلت يعني الإسلام السياسي سارع في تدخل الإمارات والسعودية في ليبيا، ولكن فيها ورقة ثانية استخدمت، وهي ورقة القومية العربية. استخدمت الورقة القومية العربية في 2014 عند زيارة خليفة حفتر إلى مصر، وأعلنها واضحة وصريحة من القاهرة بأن مصر هي يعني أم العالم العربي أو منقذة القومية العربية. وتاريخيا كانت مصر دائما يعني يستخدمها الزعماء الليبيين أو الشخصيات السياسية الليبية لإعطائهم الشرعية، لأن القدافي قبل في 1968 كان في زيارة لمصر وكان من المعجبين بجمال عبد الناصر، وكان جمال عبد الناصر هو من أعطى القدافي يعني لقب أمين القومية العربية. ونفس الشيء اليوم في 2000 يعني وصار في 2014 بأن الخليفة حفتر استخدم ورقة القومية العربية. ورقة القومية العربية هي مهمة جدا في الثورات 2011 ومهمة في كل أحداث اليوم. يعني مثلا الإمارات دخلت ليبيا بورقة القومية العربية، والسعودية دخلت الحرب في اليمن بورقة القومية العربية، وحتى يعني حربهم ضد إيران كان بورقة القومية العربية. باش نختم النقطة هذه، هي بأن مشكلة القومية العربية والإسلام السياسي هي بأنها يعني عابر إيديولوجيات عابرة للحدود، تحترمش الدولة الوطنية، ولأنها متحترمش الدولة الوطنية فهي دائما يعني مصدر لجلب المشاكل لليبيا أو دول الجوار. هذه النقطة الأولى أنا وانتهيت منها، وحالياً باش نتكلم شوية على غياب تصور ما بعد الثورة. طبعاً الثورة في ليبيا كانت عفوية، والثوار ما كانش عندهم مشروع بديل للنظام الجماهيري، وكان زي ما قلت يعني كان تأثير الثورة في تونس ومصر هو أساس مظاهرات الليبيين في البدايات. لكن كان المشروع الوطني اللي باش يستبدل النظام الجماهيري غائب، والنخبة في ليبيا كانت يعني تخبط. يعني مرة يعني كانوا منقسمين، يعني النخبة في ليبيا يعني كان فيه فئة تطالب بعودة النظام الملكي وأن تعود ليبيا دولة ملكية برلمانية، أي عودة إلى ما قبل 1969. وكان فيه اللي هم الجبهة الوطنية للإنقاذ، اللي هي كانت حركة إخوانية تطالب بمشروع الإخواني اللي هو المستورد من مصر. والتيار الثالث اللي هم الليبراليين، الليبراليين اللي هم يعني هاجروا من ليبيا في السبعينات إلى أوروبا وأمريكا، واللي معرفتهم بليبيا كانت محدودة جدا، وطرحوا يعني مشروع سياسي غريب على الليبيين، وكان مرفوض من الليبيين لأن كان غريب عليهم زي ما قلت. وطبعا المشروع الرابع هو المشروع السلفي، يعني السلفي اللي هو يعني زي ما قلت يعني كفر الخروج على الحاكم. والتيار الأخير هو بقايا النظام السابق اللي حاول تخترق التيارات هذه وتروج لفكرة الحنين إلى الماضي، وبأن النظام السابق
يعني هو يخدم لغرضين فقط. الغرض الأول كان يعني لإنقاذ وحماية المفسدين، والغرض الثاني كان لتصفية الحسابات، يعني يكون في قانون معين يتم استخدامه باش يصفي حساباتهم مع ناشط سياسي أو حقوقي أو غيره. وأخيرا طبعا موضوع، سامحوني نسيت النقطة هذه، اللي هي موضوع الهوية الوطنية، واللي هو موضوع مهم جدا، وحله يعني يكون في طرح نقاشات صريحة. يعني شنو هي الهوية الوطنية في شمال أفريقيا؟ يعني شنو هو مفهوم الهوية المغربية؟ شنو هي الهوية الليبية؟ شو معناها المواطن الليبي؟ شو معناها المواطن المغربي؟ مش شعارات فارغة يعني يستهلكوا فيها في الإعلام والمواقع التواصل الاجتماعي. لازم نشوفوا شن يعلموا في أبنائنا في التعليم، وشن يلقنوهم في الإعلام أكثر من 60 عام، حتى وصلنا للنقطة هذه، إلى قبائل وجهات يعني، واللي أصلا أفرزت العنصرية والإقصاء وغيره. وفي النهاية نقول بأن الثورة بدون استقلال وطني هي لعب النار، وإحنا في ليبيا لعبنا بالنار والنار حرقتنا، وهذه حقيقة نقولها. لأن النار هذه، نار الثورة، تعري حقيقة مهمة هي غياب هوية وطنية، ولأن شعوبنا في الحقيقة ارتباطها العاطفي والتاريخي أكثر شيء مبني على الشرق الأوسط، ولهذا يعني لازم نبدو ب يعني زي ما قلت فتح نقاشات مهمة يعني لمناقشة الهوية الوطنية. ونختم كلمتي وشكرا، وإن شاء الله يعني طولتش معكم وتنمرت. شكرا مهند مننا على الكلمة. توا باش نحاولوا نتكلموا على الوضع في تونس. أنا باش نحاول أتطرق للموضوع يمكن بطريقة أخرى، لأن الوضع في تونس يختلف كليا على الوضع في ليبيا. نعرف اللي تونس هي دولة مؤسسات، يعني بورقيبة الحاجة الباهية اللي عملها، وهي مواصلة على معناتها الحاجة اللي عملها مواصلة على النهج الفرنسي، هو خلق ما يسمى المؤسسات في تونس. والنجم نقوله اللي تونس رغم كل اللي مرت فيه الستة سنوات الأخيرة ما زالت واقفة، لو مرت على دولة أخرى لانهارت كليا. حبيت نبدأ بمقدمة صغيرة، إن الوضع في شمال إفريقيا متشابه، الكل متشابه رغم كل المحاولات من أول التاريخ على تفريقه. والدليل إن ما يحصل الآن في الريف هو نفس ما حصل في تونس عام 2011. احنا نعرف ان شعوبنا لم تستعمر احد، بل دائما هي المستعمرة عبر التاريخ. شعوبنا معروفة انها مسالمة وتعايشت مع كل الايديولوجيات والاديان والثقافات الفكرية وغيرها، ولم تجد اي مشكلة، بل كانت تحتوي المستعمر، اي مستعمر يدخل لها تحتويه وتحاول تأقلم الإيديولوجية متاعه أو غيره على حسب العادة متاعها المسالمة. شعوبنا رغم أنها استعمرت معناتها عبر التاريخ، كانت ديما تطالب وتحافظ وتؤكد على الحرية متاعها، ونعرف هذا في التاريخ، لا داعي لضرب أمثلة في هذا الموضوع. يعني حتى عندما تم ما يسمى بين قوسين فتح شمال إفريقيا، كان الإسلام الشمال إفريقي عنده خصوصية خاصة به، وهذا معناته واضح حتى الآن. وهذا شنو باش نحاولوا نفهموه في هذا الطرح. يعني حبيت أنا نتكلم على الوضع بصفة عامة، ونبدأ بالحراك الريفي ومقارنته بما يسمى الثورة التونسية. هنا حاجة مهمة، كثير يتصور أن الثورة التونسية بدأت بموت بوعزيزي، واللي قارن يقول انه معناتها مقتل محسن فكري طحنا في شاحنة نفايات يوم 28 اكتوبر 2016 هو طبعا اللي حرك حراك الريف. ولكن لو نرجعوا للمتابعين للثورة التونسية، الثورة التونسية بدأت عام 2008، وهذا كثير مع الأسف ما يعرفوش. بدأت الأحداث في قفصة في سنة 2008 والمعروفة بانتفاضة الحوض المنجمي، ولكن بقيت
سنتين في الكتمان إعلاميا ودوليا. هذه مسألة واضحة، يعني توا كثير معناتها تعتبر معناتها الحراك الريفي معناتها عنده 9 شهور حكاية فارغة. ما تنساوش اللي من 2008 إلى موت البوعزيزي هناك عشرات القتلى اللي وقعوا في قفصة وفي جنوب تونس، ومئات المساجين اللي ما يسمع بهم حد ولم يسمع بهم حد، وحتى الآن كثير ما يعرفش شنو وقع في تونس من بين 2008 و2010. الكلهم يقولوا اللي الثورة التونسية كانت معجزة. ما فماش حاجة معجزة، كل حاجة عندها مقدمات، كل حاجة عندها المقدمات متاعها اللي أدت إلى معناتها موت أو حرق بوعزيزي نفسه نتيجة معناتها أحداث وقعت قبل. لكي نحاول احنا باش نقارنوا من بين ما يسمى الحراك، خاطر انا شخصيا نشوف تقارب كبير من بين الحراك في الريف والثورة التونسية، وانا كنت في تونس وقت وقعت الثورة. طبعا انا نحب نرجع لعهد بورقيبة. طبعا انا لا اذكر الايجابيات اللي قام بهم بورقيبة وهما كثيرة طبعا، ولكن نحب نركز على السلبيات. نعرف اللي بورقيبة حقق ما يسمى خاصة في بداية عهده الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي نوعا ما، وإنما كما قلت لكم أريد أن أركز على الأشياء السلبية التي كانت في العمق وكانت السبب المباشر التي أدت إلى انطلاق الانتفاضة الشعبية. طبعا معناتها أكثر معناتها شمال الإفريقيين ديما يقولوا الشعب التونسي محظوظ، بورقيبة قدم ياسر لتونس، ولكن هل التونسي الواعي المتبع للأحداث اللي وقعت في تونس يحس بهذا الشيء؟ في الحقيقة بورقيبة في أول معناتها شد الحكم اتبع سياسة فرنسا، لم يغير شيء في الفترة الأولى عندما كانت ما يسمى الضغوطات العربية خاصة اللي جاية من الشرق كانت ضعيفة وكان متقوي بفرنسا، وانتم تعرفوا اللي بورقيبة هو أكثر شيء فرانكوفوني. إذن هذه معناتها الميزات اللي معناتها قام بهم بورقيبة في أول الحكم بتاعه مع الأسف لم يدوموا، لأن التأثير الشرقي والعروبة على بورقيبة أدت به إلى العودة إلى أحضان الشرق. بورقيبة يقولوا مثلا ساعات يوريه فيديوهات وكل شيء يقول لك بورقيبة حارب الحجاب. بورقيبة لم يحارب الحجاب أصلا، بورقيبة حارب التقاليد والعادات التونسية الأصيلة، ونحى ما يسمى الملية والسفساري، وقال المرية والسفساري والوشم هو تخلف. وعندما حارب ما يسمى العادات الأصيلة التونسية شنو جابنا؟ جابنا الحجاب الشرقي اللي متمثل في الحجاب الإسلامي. بورقيبة قال لك أنا منحبش تونسيش، نحب نخلق كما عملت فرنسا شعب كما نقوله وإحنا متساوي في كل شيء. وبدأ ما يسمى بمحاربة الأمازيغ، وهو قالها في مؤتمر في سويسرا، قال أخطر شيء على تونس هم الأمازيغ. ولقد هجر يعني 5 قرى أمازيغية، وللآن تقريبا 1% من الشعب التونسي يتكلم أمازيغي إلا في الجبال. ولو تمشي أي واحد منكم للمناطق هذه لا فيها لا ضو لا ما لا حد شيء. وفين بعضهم؟ بعضهم لفرنسا، فرنسا قبلتهم. وهذا يذكرني شنو حدث في الريف عندما الحسن الثاني بعث الريافة إلى أوروبا. معناتها هذه وجهة تشابه من بين تونس. تونس دولة صغيرة، الريف أكبر من تونس، الريف أكبر من تونس، تونس دولة صغيرة. ورغم ذلك أنا عندما نقارن ونتابع الآن الأحداث ونرجع للتاريخ وشنو معرفتي على التاريخ التونسي، أكتشف أن هناك معناتها تقارب كبير مما يقع في تونس ويقع في الريف اليوم. بورقيبة قال لك احنا ما نحبوش الأمازيغية، ولكن شو عمل لنا؟ جاب لنا العروبة. العروبة أصبحت العربية، خاطر هو في الأول كما قلت لكم تبع الفرنكوفونية لكن ما نجمش، ولكن من بداية 80 شجع على تعريب التعليم. بورقيبة اللي هو حارب العروبيين في أول مسك الحكم، من بعد جاب
ما يسمى بالإسلاميين اللي جايين من سوريا ومن مصر باش يحارب بيهم الشيوعيين. المهم يعني هذا معناتها ملخص باش نوريكم يعني فما ياسر مغالطات ونظرة غالطة على اللي قام به بورقيبة، لأن اللي نعيشه وإحنا توا السبب متاعه بورقيبة والسبب متاعه بن علي اللي يواصل على النهج متاعه. هذه معناتها نقطة مهمة. عندما خذا 1987 بن علي الحكم، فهمت، خلى تونس بورقيبة دولة تقريبا نجم نقوله متماسكة نوعا ما. بورقيبة رغم الأشياء السلبية اللي عملهم كما قلت لكم فما حاجات باهية عملها، ولكن بن علي الشيء الباهي اللي خلاه بورقيبة كمل قضاء عليه كليا. نرجع للنقطة، بورقيبة قال لك أنا نحب الشعب التونسي الكل كيف كيف، ولكن مش صحيح. اهتم كان بالمدن الكبيرة والمدن الساحلية، بينما مدن الجنوب والمدن الداخلية خلاها متهمشة. وأهم نقطة عملها بورقيبة خايبة هو أنه باع الثروات التونسية اللي هي البترول والفوسفات والملح، وعمل اتفاقية مع فرنسا من أجل أخذ الحكم ويصحح على الاستقلال العسكري السوري، لأن لازمنا نستعرفوا بحقيقة أن كل شمال إفريقيا ما زالت مستعمرة إلى اليوم، ما زالت مستعمرة. قبل كنا مستعمرين من الفرنسيين صحيح، لكن توا يتصارعوا علينا الشرق والغرب. إذن معناتها بالنسبة للبيع الثروات التونسية وتهميش المناطق الداخلية، تصور ياسر يقول لك فرنسا عملت في تونس ياسر حاجات. لا، فرنسا حتى الطرقات اللي بناتهم والسكك الحديدية ما بناتهم كان في المناطق اللي تسرق منهم الثروة، ومعاملتهم كان في المناطق اللي هي موجودة فيهم. وبورقيبة واصل على نفس النهج. جانا بن علي وكان لتونس نجم نقوله عنده شوية من الكرامة وشوية من الحرية، أما العدالة الاجتماعية معدومة كليا في المناطق الداخلية إلا في المناطق السياحية اللي دخل فلوس لتونس. وعد بن علي بشي غير الأوضاع، لكن بعد 4 سنوات بعد أن تمسك بالحكم وقضى على كل أعدائه وتم ما يسمى القضاء على ما يسمى الاتجاه الإسلامي سابقا الذي يطلق عليه النهضة، وخروجه من تونس ومسك قياداته، قام بنظام بوليسي قوي في تونس. تعرفوا تونس اللي الجيش متاعها ماهيش قوي، ولكن عندها أقوى معناتها قوة بوليسية موجودة في تونس، تعتبر معناتها القوة القبضة الأمنية في تونس، خاطر تونس دولة صغيرة ويمكن مراقبة كل شيء. إذن هذه الدولة البوليسية يعني بأتم معنى الكلمة، يعني كون بن علي دولة بوليسية بأتم معنى الكلمة، وقضى على كل المعارضة. المشكل الكبير اللي وقع أن هناك المعارضة في تونس، هناك العروبية، هناك حتى معناتها القومية التونسية اللي هم البورقيبيين، وفما الشيوعيين، وهناك طبعا الإسلاميين. وقتها بن علي معناتها مسك القبضة الأمنية، الشيوعيين ما عادش عندهم بعد الاتحاد السوفيتي ما عادش عندهم شكون يدعمهم إذا ضعفوا. القوميين العرب في الحقيقة ما كانش عندهم امتداد قوي في تونس، لأن كما تعرفوا بورقيبة حاول باش يحاربهم، خاصة معناتها تعرفوا التاريخ، هو أول ما مسك الحكم قضى نوعا ما على التدخل الشرقي في تونس. أما بالنسبة للإسلاميين هم الوحيدين اللي حتى كي تقضي عليهم يزيدوا يقووا. علاش؟ على خاطر عندهم دعم خارجي قوي، وهروبهم لأوروبا، أوروبا هذه هي اللي وفرت لهم كل الوسائل للعمل. أنا ناقل عام سواء عام 80 وقتها وقع قمع الإسلاميين في تونس، سواء عام 90 وقتها قع قمع الإسلاميين في تونس، يجيوا لأوروبا هوني ويلقاوا الملاذ الآمن للتحرك للعمل للفلوس، وخاصة دعم الجالية الشمال إفريقية اللي موجودة في أوروبا. طبعا الإسلاميين اللي يعرفهم مليح، وأنا طبعا عندي معلمة وعند اختصاص متاعي هم الإسلاميين، يعتمدوا على العاطفة الدينية
اللي موجودة عند الشمال الإفريقي. احنا نعرف أن الشمال الإفريقي هو إنسان بطبعه عاطفي، أما هما ما عندهم حتى برنامج سياسي قدموه. الهدف متاعهم كما قال مهند هو الوصول للسلطة، وفي الحقيقة الثورة التونسية ووصولهم للسلطة وهاني باش نتكلم عليها عراتهم قدام التوانسة الكل. هنا نرجع لنقطتين مهمين، شنو حقة الثورة التونسية وقتها قامت، يعني شنو اللي خلاها معناتها تنجح. طبعا الثورة التونسية كما قلت لكم ماهيش كما يتصور كثير عفوية، بل نتيجة تاريخ كبير وقمع ما تصوروش بالكم. فهمت؟ أنا شخصيا معناتها في 2005، وهنا باش نرجع لهذه النقطة أيضا، يعني تم وضع جميع الأطراف اللي تعمل ضد بن علي أو ضد الحكومة تحت الإقامة الجبرية، معناتها باختيارهم أو بدون اختيارهم أو سجنهم. تونس وقتا انتصرت وهرب بن علي، حاجة مهمة تخلصوا منها التوانسة هي عنصر الخوف. ما عادش خافوا، انتهى الخوف. هذا شنو ربحنا من الثورة؟ ولكن الثورة هذه كيفاش نجحت؟ في الحقيقة نجحت بعدة عوامل. أول حاجة نابعة من العمق، لم تأتي من الخارج، ونابعة من شعار يحسه كل تونسي موجود في تونس، هي الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. يعني المطالب متاع الثورة كانوا مطالب صادقة. وتعرفوا انتوما الشمال الإفريقي وقت يؤمن بحاجة ما عادش يفهم حتى شيء. هذه طبيعة موجودة فينا معناتها ومعروفة، انه وقت نؤمن احنا المشكلة متاعنا في شمال إفريقيا ديما النخبة متاعنا ما تحاولش تقنعنا معناتها بالأفكار وبالأشياء اللي تحب توصلها لنا، لأن عندنا مشكلة احنا في شمال إفريقيا كبيرة ياسر، فما فارق من بين النخبة اللي تتكلم بلهجة وبمنطق وبأسلوب خلاف تفكير الشعب. أكبر نقطة وأكبر خطأ اللي يخلي الإسلاميين يوصلوا لعامة الناس، لأن الخطاب الإسلامي هو خطاب بدائي. وعندما نتكلم على الإسلام ما عندي حتى مشكلة مع الإسلام الشمال الإفريقي اللي يتعايش مع اليهودي مع المسيحي مع أي إنسان، عندي مشكلة مع الإسلام اللي نسميها الإسلام العروبي، ما عندي حتى مشكلة مع اللباس التقليدي متاعنا المحترم والمحتشم، أما عندي مشكلة مع الحجاب الذي يعتبر زي عسكري. وأنا نتذكر عام السبعينات 75 عندما عملوا اجتماع الإسلاميين يعني في تونس، قالوا لازمنا تكون مشاركة المرأة بحجابها، وأصبح وهذا يوقع حتى في أوروبا، يعني حتى أمهاتنا كانوا يلبسوا اللباس التقليدي متاعهم في أوروبا، ولو حتى أمهاتنا يلبسوا الحجاب اللي عنده صفة نجم نقوله سياسية. إذن هذه النقطة معناتها المهمة اللي حبيت نرجع لها هي الانتصار على الخوف. وتعلمنا أن الشعوب عندما تؤمن بحاجة وتحب توصل الحاجة راي توصل لها، ولكن هل الأصول لإسقاط الحكومات الموجودة هل هو كافي؟ لا، وهذا ما أثبتته الثورة التونسية، لأن لو تم قلب النظام مهما كان وليس لنا قيادة وليس لنا منظمين للقيادة معناتها حول القيادة وليس لنا برنامج واضح يوضع، أول ما يسقط ما يسمى الرمز أو الحاكم في تونس، نحكي على الحاكم لأن هناك نوعا ما فصل بين المؤسسات ومن بين الحاكم، ليس الوضع مثل في ليبيا. وإيمان العام عامة الناس الشعب بالقضية، هذم هما النقط المهمة. معناتها ما يحتاجش تعمل حراك أو ثورة وانت ما عندكش البديل التنظيمي والدعم الشعبي والقيادة. والحقيقة الريف وحراك الريف عمل أكبر إنجاز معناتها من عهد عبد الكريم الخطابي، ما عرف شريف قيادة اجتمعت عليها كل الريافة
الزفزافي معناتها استطاع أن يكون رمز باش يقود هذا الحراك، ومعناتها وهذه معناتها أكبر إنجاز، رغم أني في تونس ما وقعش هذا الشيء. إذن نرجع لمسألة سرقة الثورة، سرقة الثورة في تونس. في الحقيقة بن علي عام 2005 عندما بدأ الغرب يتخلى عليه نتيجة القبضة الأمنية متاعه، الفين توجه للسعودية وقام بالحج نحو السعودية مع زوجته ما يسمى مناسك الحج، وأخذ الدعم من السعودية على أساس نشر في تونس الإسلام أو ما يسمى السلفية العلمية. ونتذكر في 2005 أن بن علي بدأ ينشر في الإسلام السلفي العلمي لكي يضرب ما يسمى بالاتجاه الإسلامي أو النهضة، وأصبح اللباس السعودي منشور في كل مكان، معناته تم بني معناته جامع كبير في قرطاج بأموال سعودية. إذن عندما توجه بن علي نحو هذا الاتجاه، المعارضة في الخارج توجهت إلى اتجاه آخر، وخاصة طبعا المعارضة الإسلامية التي وحدت حولها المعارضة الشيوعية والقومية والحقوقية والبرجيبية، وكونت عام 2006 في اجتماع باريس الاجتماع المعروف جدا على أنه وضع شعار واحد هو إسقاط بن علي. والثكام تاع المعارضة هذه أنها قسمت الأدوار، هناك من ذهب إلى السعودية، وهناك من ذهب إلى الإمارات، وهناك من ذهب إلى قطر، وهناك من ذهب إلى تركيا، وبدأت العملية من أجل إسقاط بن علي. أول ما هرب بن علي الساحة فارغة. احنا نعرفوا خلال معنتها الفترة الأخيرة معنتها من وقت الاستقلال، احنا شعوب مع المناش معنى الديمقراطية، مع المناش معنى الكرامة، يقولون الكرامة، يقولون الحرية، لكن نسمع بيها ونقراها في الكتب ولكن ما عشناهاش. ولكن علمونا حاجة واحدة، هو الخوف من ربي ومن الحاكم، هذوما الحاجات الزوز فهمت اللي علموها لنا. رغم أني نتذكر ومعنتها هذه معنتها الطرفة معنتها باش نوريكم يعني الفرق من بين الإسلام متاعنا والإسلام اللي جاينا من الشرق اللي يقوم على الخوف. نتذكر معنتها جدتي كانت تحكي لي على ربي، كنت نحب ربي على خاطر تحكي لي كل الحاجات الباهية، تقول لي أنا ما نخافش من ربي. عندنا مثلا نقولوا في تونس ربي يعرف ميمونة وميمونة تعرف ربي. إذن هذا هو الإسلام متاعنا، ما هوش إسلام سعودي أو خليجي يعلمنا الخوف والكره. أنا كيفاش نؤمن معنتها بإله نخاف منه؟ هل هو يعتبر إيمان؟ لا، ما يعتبرش إيمان. العلاقة احنا بيننا وبين الطبيعة علاقة احترام كشمال افريقيين، سواء كنا مسيح، احنا حتى المسيح متاعنا خاصين، حتى اليهود متاعنا خاصين، حتى الإسلام متاعنا خاص، كل شيء خاص. هذه هي المشكلة الكبيرة اللي موجودة. إذن عام 2006 اجتماع المعارضة بقيادة النهضة، والنهضة هي أقوى معارضة استطاعت أن تلم حولها ما يسمى الأحزاب الأخرى الضعيفة، واستطاعت أن تعود إلى تونس بعد الثورة بما يسمى عودة راشد الغنوشي بنشيد أقبل البدر علينا، يعني شوف معنتها قمة معنتها نجم نقول الكفر، هذا فهمت قمة الكفر أنهم يألهوا الأشخاص، وإحنا شمال الإفريقيين الأمازيغ الأحرار لا نؤمن بتقديس الأشخاص. هذه معناتها نقطة مهمة. إذن وقت وقع الانتخابات في تونس تم انتصار الإسلاميين. لماذا انتصارهم؟ لأن كما قلت لكم في أول الكلام أن الإسلاميين ليس لهم إلا العاطفة والكلام الفارغ، فهمت؟ حتى أن في المساجد معناتها استولوا على المساجد التونسية، بعض المساجد قال لك اللي ما ينتخبش النهضة باش يدخل للنار،
يعني تصوروا اللي ما ينتخبش حركة إسلامية، يعني الشخص وقت يجي باش ينتخب في الصندوق ما يفكرش هل هذا اللي باش ينتخبه باش يخدم مصالحه؟ لا، يفكر في مدى الموت. اعطينا نعيشه قبل الموت، احنا نحب نعيشه توا الحياة هذيك بينك ومن بين ربك ولا اللي تؤمن به بعد الموت. انت كان انت انسان محترم وعشت حياتك، فهمت؟ فما قولة نذكرها: من لم يعش جنته في دنياه لن يعيشها في آخرته. احنا ديما نفكروا في الموت وما نفكروش في الحياة هذه. كان انت ما تعلمتش تعيش في الدنيا هذه، كيفاش باش تعيش في دنيا اخرى؟ هذه النقطة المهمة. إذن وقت أخذوا الحكم شنو شفنا؟ لم يتغير شيء. التهميش تواصل، الحرية مش موجودة، بل أضيفت. احنا في عهد مثلا بورقيبة وحتى عهد بن علي، اللي يحب يفطر يمشي يفطر، فما بلايص في رمضان. احنا ما عندناش مشكلة مع الصيام، ما عندنا مشكلة مع حتى واحد، احنا لا ما عندنا مشكلة مع حتى ايديولوجية ولا فكرة. هذه هي طبيعتنا اللي تولدنا عليها واللي تربينا عليها. هما يحبوا يبدلوها لنا بالقوة. بعد وقت شدد النهضة شنو ولا معناتها الحرية ولا تتدخل حتى في دارك، شنو تعمل وشنو ما تعملش. يعني حتى قهوة معناتها ناس مرضى، ناس ظروف، مسافرة ما تعرفش عليها، يدخلوا لهم داخل القهاوي بالكاميرا ويفضحوهم ويعملوا المشاكل. يعني هذه مشكلة كبيرة. الشعب التونسي في الحقيقة استنى النهضة عام، استناها زوز، استناها ثلاثة، القاء ما عندها حتى شيء، ما عندها حتى برنامج. لا حسنت ما يسمى المناطق الداخلية، ما عطتش الحرية، ما عطتش الكرامة، ولا يراقب فينا الحاكم وربي. الحاكم يراقب فينا ولا ربي يراقب فينا باسمهم هما، طبعا ليس ربي يعني باسمهم هما، ولا هما ربي فوق الأرض، فهمت؟ ويراقبوا فينا شنو نعمل وما نعملوش. تصور يعني وقت مسكوا الحكم توا في تونس اللي ما كانش فيها الحجاب الإسلامي، توا الطفلة اللي تخرج بلاش حجاب تتهم بكل الأسماء، حتى أنه نعرف كثير معناتها يلبسوا الحجاب تفادي للمشاكل. المهم وقتها شافت روح النهضة أو ما يسمى الاتجاه الإسلامي سابقا أنها ليس لها برنامج، شنو عملت؟ عملت تحالف مع ما يسمى بنداء تونس، اللي هما بقايا البرجيبيين وما يسمى الاستغلاليين اللي يهمهم كان الحكم. ولكن هذا التحالف عبارة على إعادة النظام البرجيبي أو النظام بن علي. الآن تونس تعيش حالة جدا صعبة مع الأسف، وشفتوا مع التحركات اللي وقعت في الجنوب، يعني التحركات اللي وقعت في الجنوب أخيرا تم إخمادها بتحالف النهضة والنداء. إذن الثورة في تونس لم تنجح، ولكن حقت حاجات معناتها على الأقل إن ما عادش نخاف، بل الثورة في تونس توا بدات. نجم نأكد اللي الثورة في تونس توا بدات ضد هذا الوضع من أجل اللحاق بركاب الحضارة. وهنا نزيد نوجه كلمة أخرى، إن الغرب مشارك في هذه الجريمة، مشارك في هذه الجريمة، نعاودها ونأكدها. ولازم يعلم الغرب إن أمنه من أمن شمال إفريقيا، ولكن مع الأسف الغرب حتى التوى احنا ما عطينا حتى قيمة. أصحاب الأرض ما عطيهم حتى قيمة، فهمت؟ علاش مرة نتكلم مع واحد سياسي قلت له علاش ما تهتموش بينا، علاش احنا ما نحكموش بلادنا؟ قال لي احنا وتنحبوا حاجة من المغرب ولا من تونس ولا الجزائر نمشي للسعودية. إذن هما ما همش محتاجيننا على خاطر احنا، فهمت؟ ما فرضناش رواحنا على الواقع وعلى الساحة. وتأكدوا العمل الأساسي لكل شمال إفريقيا. وبعض الأشخاص يقول لي معناتها حركة الريف يحب يستقل على المغرب. هل يمكن لمنطقة في شمال إفريقيا أن تستقل على شمال إفريقيا؟ لا، هذا استقلال على حكومات مركزية. الريف أو سوس أو أي منطقة أو شاوية أو غيرها عندما تستقل هي تستقل على حكومات مركزية
والآن مع الأنترنت ومع الوسائل مع التواصل الاجتماعي هذه فرصتنا الأولى والأخيرة باش أي حاجة توقع في أي منطقة في شمال أفريقيا توصل إلى آخر ليبيا وإلى جزر الكناري. نظن هذه هي الفكرة العامة اللي طرحتها حول التقارب بين الثورة التونسية والحراك في الريف. ونقول لكم معناتها بعضهم يقولوا 9 أشهر ولا ودوم 5 سنين ودوم 10 سنين ودوم 100 سنة، لأن احنا توا في مسألة حياة أو موت، يا أما ناخذ استقلالنا يا أما رانا باش نموتوا وباش ننتهيوا كليا. وشكرا. المهم أزول يسمع أو تسمع، المهم باش نستيور حراك الريف كان بزاف يتقال. المهم كما كتعرفوا كاملين بأن حراك الريف بدا يوم 28 في أكتوبر 2016 بعد مقتل أو طحن محسن فكري واحد الطريقة لإنسان ما شبه حتى الأفلام ديال الرعب. ولكن هذه هي النقطة اللي فات الكأس كما كيتقال، نقطة ديال الانفجار لواحد التراكم اللي هو عقود من الزمن. إلا شفنا العلاقة ديال المخزن ولا الحكومة الدولة المركزية بالريف هي دائما علاقة عداء، تهميش، إهانة، تحقير. كما كتعرفوا بأن في البداية ديال القرن العشرين ديال القرن الماضي لما كانت الثورة الريفية ولا المقاومة الريفية ضد الاستعمار الإسباني، نهار اللي جا اليوتي استقبلوا الملك ولا السلطان في ذاك الوقت، وأول كلمة اللي قالها أريحني من هذا الفتان، فتان الريف، ويقصد محمد بن عبد الكريم الخطابي. ونفس الكلمة ديال الفتان مازال كنلقاوها لحد الساعة، أن كيحسبونا فتانين فوقاش ما طلبنا حقوقنا ومطالب هي اللي بسيطة. وكذلك نهار اللي استسلم عبد الكريم لفرنسا كان هناك رسالة نشرت في أكثر من مرجع اللي يرسلها السلطان لفرنسا كتهنئة على انتصار فرنسا على ثورة عبد الكريم محمد عبد الكريم الخطابي. إذن هذه العلاقة ماشي جديدة، هذه العلاقة ديال القمع وديال الترهيب وديال الاحتقار وديال التهميش. وكما كنعرفوا كذلك حتى ضرب الريف بالغازات السامة من طرف فرنسا وكذلك من طرف إسبانيا كان القصر يدعم ويشارك. وكذلك خلال الحرب الريفية حرب المقاومة كان هناك القصر لعب دور ديالو باش يضغط على الناس باش يمشيوا جندوا عند فرنسا باش يهاجموا على المقاومين ديال الريف. وفيه رسالة ديال عبد الكريم الخطابي كيوجه النداء في ذاك الوقت للناس اللي هما مغاربة باش كيطلب منهم باش يخرجوا من ذاك المهم من الجيش الفرنسي، لأن هما كيكونوا دائما من المقدمة منين كيكون هجوم فرنسي على المقاومة الريفية. من بعد منين المهم جاء ما يسمى بالاستقلال، واللي كان واللي حتى محمد عبد الكريم الخطابي كيسميه الاحتقلال، لأن هي مجرد مسرحية إكس ليبان اللي فيه واحد النوع ديال تحالف ما بين ما يسمى آنذاك بالحركة الوطنية ولا الخيانة الوطنية مع القصر ومع فرنسا. نال يشوفوا بين المقاومة قطعات واحد الشوط كبير، وأن هادوك المصالح ديال هاد الربعة ولا لا القصر ولا فرنسا ولا ما يسمى بالحركة الوطنية المصالح ديالهم غتمشاو، خلقونا هذا ما يسمى بالاستقلال ولا الاحتقلال. مباشرة من بعد الاستقلال بسنوات 1958-59 كما كتعرفوا بأن كانت هناك انتفاضة الكرامة، لأن غير مهم خرجت فرنسا وإسبانيا، الريف كان مثلا غير من ناحية التواصل كان فيه جوج اللغات اللي هي المهم كيتواصلوا بها الناس، كان اللغة الإسبانية وكان اللغة الأمازيغية، غيروها بالفرنسية والعربية. مهم كان تهميش، كان إقصاء، كان ناس داروا مهم. الغريب الأمر أن مجموعة من المطالب اللي كانت في ذاك الوقت اللي ترفعات في 1958-59 كتلقاها لحد الساعة مازال موجودة، هي خرق فرص الشغل، هي حكومة وطنية ديمقراطية، هي
محاربة الفساد إلى آخره إلى آخره. وكما منين في انتفاضة 58-59 هي وخا مهم بزاف، كانت في الحقيقة واحد الطابو كي صعب الإنسان باش يهدر مع عليها ولا يكتب عليها، ولكن في السنوات الأخيرة بانت بزاف وكاين عاود تاني منقوش في الذاكرة الجماعية. المهم بالنسبة للإخوان، الإخوان مهم إلا بغيتوا باش تطلعوا أكثر، كاين واحد الفيلمي فرنسية ومهم وبالآخر وبالدارجة المغربية مسمي بريزيلو سيلونس، كيهدر على في شهادات ديال الناس ديال اللي تعرضوا للاغتصاب، اللي تعرضوا اللي كيحكيوا على المآسي اللي شافوه. لأن المهم في ذاك الوقت كان على حسب واحد الرسالة اللي كان صفتها محمد بن عبد الكريم الخطابي من مصر، كيبان بأن كان أكثر من 8000 ديال الناس اللي تعتقلوا اللي تختطفوا، ما قلوش الاعتقال، تختطفوا من بهم أكثر من 120 امرأة، وكان فيه اغتصاب للنساء ممنهج ماشي غير كحالة شادة وعلى حالة خاصة، وفيه بقر بطون الحوامل، وفيه إحراق المنتوجات الزراعية، ومهم واحد 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 وقتل. ومن بعد مباشرة مع داك 58-59 كما كنعرفوا بأن هذه الهجرة اللي كاينة ولا هذا التهجير، ماشي هجرة، التهجير ماشي صدفة. الإنسان اللي خير واخا كان يكون عنده واحد إيكيو ديال 40% كيعرف بأن ما يمكنش يكون صدفة، بأن 75-80% من الناس اللي عايشين هنا في هولندا ولا في الدول الأخرى كل شيء جاي من منطقة ديال الريف، معناه فيه التهجير ديال إخلاء المنطقة من أبنائها وبناتها باش المهم استطاع هو يسيطر عليها. إلى جينا المهم بعد كان 1984 معروف عاود كان انتفاضة اللي كانت في مدن الشمال في الريف وكذلك حتى في مراكش، وكذلك واجهها الحسن الثاني في ذاك الوقت بواحد طريقة اللي زعما لاطول صور، وفيه كذلك لحد الساعة واحد المهم الخطاب ديالو اللي هو معروف اللي سمى الناس ديال الريف بالأوباش، وكان قال لك لاتلك غنخري دار يعني داركم دار باباكم، وقال لك عرفتوني أمير، عرفتوني أمير أمير كولي العهد، وما خصكمش تعرفوني كملك. بعدنا كيتذكر لنا هو في ذاك الوقت في 58-59 اللي كان كيقيد الجانب أفقير الحملات التطهيرية والحملات الجرائم ضد الإنسانية اللي وقعت ما في الريف. في 84 كذلك في اعتقالات اللي اختطافات اعتقالات دست على 20 سنة، فيها اغتيالات الناس المهمة في الحسيمة وفي الناظور وفي الأماكن الأخرى، الدمايات في الشارع، والمهم كان مازال لحد الساعة في الناس اللي زعما نفسيا مراد بدك اللي عاصروا اللي شافوا داك المناطق اللي وقعت في 84. كان وصل واحد المحطه ديال 2011 كذلك في 20 فبراير، المهم كانت اكبر مظاهره ولا مسيره اللي كانت جات الحسيمه، جاوا الناس من جميع المناطق اللي هي قريبه من الحسيمه المجاوره في مسيره شعبيه سلميه ما فيها حتى والو. المخزن خرق الفوضى في الحسيمه، المهم وفيه خمسه ديال الشباب اللي تعذبوا حتى الموت، ومن بعد تحرقوا في وكالة بنكية اللي معروف لحد الساعة الملف ديالهم تطوى، كيقول لك بأن وزارة العدل طوات الملف لأنها مسجلة ضد مجهول. من بعد 2012 كذلك كان اغتيال كمال الحساني اللي هو كان شاب في حركة 20 فبراير، وكذلك كذلك نشيط بالنسبة للمعطلين، جمعية المعطلين، كان حاضر في الدار البيضاء في أكبر مسيرة اللي وقعت تما في ديال المعطلين. من بعد قبل 24 ساعة كيوصل البلدة ديالو المهم لين بوعياش، تم اغتياله في الشارع من طرف واحد البلطجي اللي عارفين الناس لحد الساعة شكون اللي صفتو. الملف كذلك فيه علامة استفهام. من بعد جاء القضية الريفينوكس اللي تخطط في الناظور، ومن بعد لقاوه مفصول الدديلو على راسه في واحد الغابة قريبة ديال الناظور فيه الشقار. من بعد كانت النقطة اللي قلت اللي فات الكأس ديال 20 ديال طحن محسن فكري. إذن هذه العلاقة ديال القمع وديال الترهيب وديال التهميش وديال الحقرة مع الريف هي علاقة، هي مش حالة استثنائية اللي وقعت، ولكن هو تاريخ. ومن بعد ما بحال اللي قلت الحراك بدا 28 اكتوبر في الوقت اللي كانوا مهم خرجوا مجموعه ديال المواطنين في الحسيمه، من الناس تنكروا كيفاش الانسان طحنوا حي
لان علاش هو مثلا الدوليه كان تاجر في السمك، تيقول ليه بان هذا السمك مع ممنوع باش يتصاد. هو كان تاجر ماشي صياد. الا كانت الدوله فعلا بغات تراقب خصها تراقب الناس اللي كيخرجوا داك الحوت من البحار ماشي هو. وحتى في حاله كما كنعرفوا من كيكون فيه مثلا فيه الحاله سيزي كياخذوا السلعه شي واحد ما كيديوهاش مثلا يطحنوها، لان كان مبلغ ديال اللي ما كيتقال ديال 6 مليون فرنك مغربي، كديهم دور العجزه، ولا كديها دور مثلا فين كان يتامى، ولا من السجن ماشي كطحن هكا وقدام. معنى اكبر اهانه لذاك الشخص. ومن بعد خرجوا الناس ومن بهم ناصر الزفزافي، وفي ذاك الوقت كانوا مهم هدوا بان ما يخرجوش ما يوليوش لديورهم حتى يجي العامل ديال الاقليم ديال الحشيمه، ومهم وكيل الملك فعلا حضروا بالليل. ومن بعد ولات بحال واحد الانطلاقه باش ديال الغضب اللي كان من 56 ولا من 60 سنه هو متراكم. من بعد استمرت الاحتجاجات، وكان ملك مطلبي تشكل. ملك مطلبي ماشي يفكروا فيه مجموعه ديال الناس، وانما كان شارك فيه الجميع. كان لقاءات مع الجماهير في جميع القرى وجميع المدن وبلدات. المهم ملك مطلبي هو اللي بسيط في الحقيقه. الا كنفكروا في هذا الزمان اللي حنا فيه 2019، مازال كتكلم على مطلب مثلا اللي فيه جامعه، كما كنعرفوا بان الجامعه اقرب جامعه للحسين ما هي وجدة، شحال فيها من كيلومتر؟ كان أعتقد شي 265 كيلومتر، هي أقرب جامعة. إذن الطلبة ديال لحد في هذا الوقت كاين 2500 طالب من إقليم الحسيمة، اللي هو كاينين فيه من الرباط، في تطوان، في طنجة، في وجدة. والمشكل اللي كاين هو أن كثير من الفتيات ما مهم مع البعد مع المنطقة المحافظة كنعرفوها كاملين، وحتى من الناحية المادية مستحيل إنسان باش يمشي مثلا يمشي لوجدة باش يكري الدار باش يكري مع الناس اخرين باش حنا كنا رجال وعشنا داك التجربه ملي كنت انا في فاس. اي ما هي وما لونها شنو كان كيدوز على الطلبه مثلا من المشاكل، لان واحد مثلا انت كتسكن في فاس ولا في مكناس كتمشي للجامعه كتنوض من المنظر تمشي للجامعه، ماشي مع واحد راه كيبقى شهرين الاوليه غير مشرد، خصو عاد يلقى الكرا، خصو يصبن، خصو يطبيب. وهذا الشيء كيحرم مجموعه من الفتيات ما كيستمروش المدرسه ديالهم، غير كدير داك البكالوريا كيقول لها العائله ديالها احسن لك تبقى في الدار، ما اول اما معنا باش نفقوا عليك، ولا المهم لتفادي بعض المشاكل ما كيخليوش البنات كيمشيو. كاين مطلب ديال مستشفى السرطان، كما كنعرفوا بان على حسب جميع الدراسات اللي كاينه المهم اكبر نسبه مئويه ديال السرطان خصوصا سرطان الاطفال كتجي من المنطقه ديال الريف، لكون ان الاسبان ضربوا تما بالغازات السامه اللي مازال عندها الافات ديالها على الناس اللي ساكنين تما. الناس كيطلبوا مثلا فرص العمل، لان كما كنعرفوا الحسيمه بعدا خصوصا الحسيمه من فيها اكبر نسبه مئويه ديال البطاله. الناس كلشي كيستناو من الصيف للصيف، كي عنده حانوت ولا عنده الطاكسي ولا عنده شي حاجه كيشتغل شهرين في العام، والناس مازال مثلا فيها علاقات ديال عائلتها من اوروبا. لو كان ما كانش هذا التهجير يمكن نكون في واحد الحاله اللي هي لا تتصور، الا شفنا كيفاش الدول المركزيه كتعامل معنا. فيه كذلك رفع العسكره. المهم في 58 ما كانت الانتفاضه، كان اعتقد في 26 ولا 24 نوفمبر 1958 كان فيه واحد الظهير اللي كيعتبر المنطقه الحسيمه اقليم الحسيمه منطقه عسكريه، ولحد الساعه الظهير ساري به العمل. هذاك الشيء مهم. الواحد اللي جا من خارج المنطقه ديال الريف كيتفاجئ كيلاحظ داك الشيء، لان الا كنت مثلا في مناطق اخرى يمكن تضرب 100 كيلومتر ولا 150 كيلومتر عاد كتلقى واحد الحاجز ديال البوليس ولا ديال الدرك. حنا عندنا لجبتي مثلا غير عندنا واحد مدينه صغيره تسمى ايث بوعياش كتمشي للحسيمه، فيها 20 كيلومتر كتلقى بمعدل كل 3 كيلومتر كتلقى براج 6 7 البراجات. الانسان اللي كيجي من برا كيشوف واخا ما عارفش بان هناك مثلا ظهير اللي كيحسب هذيك المنطقه منطقه عسكريه، ولكن كيلاحظ كثره وجود الحواجز ديال الدرك وديال البوليس وفي كل مكان. إذن هذا مطلب بسيط
وكذلك هذا الظهير من غير عمل استفزاز ديال الناس وكتنشر الخوف وطور الرعب في الاطفال في واحد السن صغير باش عمل الانسان يبقى يخاف من داك السلطه المركزيه حتى من ناحيه مثلا الاقتصاديه، لان امريكا يجي واحد المستثمر مثلا من برا اوروبي ولا مشي منطقه اخرى كيف كيستثمر اول مره كيقلب على الاستقرار، من كتقول لي بان هذه المنطقه السي اللي تستثمر فيها راه هي منطقه عسكريه معناه ما فيهاش استقرار سياسي، ما فيهاش استقرار امني، الانسان كيمشي يقلب على منطقه اخرى، معناه واحد 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 الظاهر اللي ما كيعطيش الفرصه للناس مثلا يعطيوهم بان حتى هذه المنطقه يمكن يكون فيها الاستثمار. كاين مطالب ديال مثلا محاربه الفساد ومحاربه خصوصا في المجال العقاري. المهم كما تبعنا كاملين بان كانت مثلا غابه ديال السواني بغاو يبيعوها باش يديروا فيها مشاريع لآل سعود. دابا مثلا الناس اللي عارفين المنطقه ما بين الحسيمة وبين الناظور الى جيتي مثلا على الجانب ديال البحر عندك ارض ديالك ما مسموح لكش باش تبنيها ولا دير فيها شي حاجه، يقول لك هذه راه عليها الحجز، عندهم اهداف اخرى. المنطقه ديال السواني كما كنعرفوا كاملين مثلا داك الغابه اللي كانت في الحقيقه عندها داك الارض فين كاين داك الغابه عندها ملاك ديالها، وهي كانت رهن الناس رهنوا الارض ديالهم لاسبانيا لمده 40 سنه على اساس ان اسبانيا غدير داك الغابه باش كتحافظ على التصحر على الرمال، وكذلك مثلا باش داك الملح ديال البحر ما تجيش للساحل النكور، على اساس من بعد 40 سنه خصها ترد ليهم. هذا الشيء هو الاتفاق اللي كان ما بين فرنسا والملاكين ديال الاراضي، ولكن النهار اللي كملت 40 سنه فرنسا اسبانيا كانت خرجات، المغرب عطاها دخلها للمياه والغابات، المهم من بعد دوزها لشركه خاصه وجادوا قالوا كان يديروا مشاريع، ولكن الاهداف ديالهم هو باش يدخلوا تما آل سعود وهذاك الخليج باش يخلقوا لنا السياحه الجنسيه، كما عارفين فين اي ارض دخلوها الا وفسدوها. إذن هذه من بين مطالب الحراك وهو محاربة هذا الفساد في المجال العقاري. كاين فتح مجموعة من الملفات هي الحقوقية كما قلت، الملف ديال خمسة الناس اللي شهداء ديال محرقة البنك اللي وقعت في الحسيمة، الناس كيطالبوا الآباء ولا العائلات كيطالبوا مثلا بالفيديو بالكاميرا اللي كيسجل كل شيء مثلا، وهما ضغطوا على البنك ما بغاش يعطي داك مثلا داك الشريط ديال الفيديو اللي فيه اللي كيبين كيفاش وقعت لذاك الناس. فيه الملف كما قلت ديال كمال الحسني اللي مازال مدفون، فيه الريفينوكس اللي حتى واحد ما كيهضر عليه، فيه المحسن فكري كذلك. والغريب في الامر ان الناس اللي متهمين اللي تحاكموا بمقتل وطحن محسن فكري داو 8 شهور الحبس، دابا خرجوا والناس اللي كيدافعوا على فتح الدوسي ديالهم راهو مازال في الحبس. واحد زعما واحد البارادوكس اللي ما يتصورش ما يوقع الا في المغرب. من بين مهم بالنسبه للملف المطلبي هو فيه ملف فيه جانب كما قلت اجتماعي اقتصادي وثقافي، وفيه جانب حقوقي، وفيه رفع العسكرة معناه ماشي غير إنهاء ولا إلغاء الظهير، لأن يمكن تلغي الظهير وتخلي كل شيء هكاك، هي إلغاء الظهير ورفع العسكرة من منطقة الريف باش تكون هي منطقة آمنة بحال المناطق الأخرين. نشوفوا دابا نجيو كيفاش تعاملت الدولة مع هاد مع الحراك. الدولة في البداية المهم احنا عارفين كيفاش كتعامل في البدايه، ملي كيبدا بحال اللي درت مع بني بوعياش في 2012 ملي كيبداو الاحتجاجات كيبداو مثلا كاين بالالاف الدوله كتقول هو دابا يعيا ويمشيو بحالهم. ديك الساعه ملي كيبقى ينقص العدد كيبقى واحد العدد محدود الدوله كتدخل، المهم كتعتقل وكتضرب وكتدخل الحبس بحال اللي عرفنا بني بوعياش كانت قدمت اكبر ضريبه في 2012 واكثر ديال النشطاء تجمعوا وبحال بحال الا نجحات، لان شفنا بان بني بوعياش بالمقارنه مع المناطق اخرى في هذا الحراك المهم التحرك ديالها هي محدوده. هذه الدوله في الاول كما قلت كانت كتلعب على الورقه ديال الوقت غنجاهلوه، من بعد ديك الساعه هاد الحراك غيتوقف نفسه بنفسه، ولكن الشباب ديال الحراك استغلوا هاد الوقت
لصالحهم ولاو كيخرجوا كيخرجوا خارج الحسيمه كيديروا لقاءات مع 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 الجماهير بني بوعياج في تماسين في مهم تروكوت في ميدار في جميع المناطق المجاوره للحسيمه والناظور ومشاو حتى للناظور الى اخره. ديك الساعه منين شاف المخزن بان هذا الشيء الوقت ماشي لصالحه لانه هو كيعتقد كيبقى داك الشقيق في الحسيمه فين تحرك، ولكن ولا مجموعه من المناطق سواء في اقليم الحسيمه والناظور ولاهور والدريوش وخرج حتى المناطق الاخرى. ذاك الساعة بدأ استعمل ورقة البلطجية ولا كما كيسميوه الخوت عندنا في الخوت في سوريا الشبيحة، مهم استعملوهم في الناظور استعملوهم في مناطق أخرى، مهم كيستعملوا الناس اللي عندهم سوابق عدلية وكيستغلوا في الحقيقة الظروف ديال ذاك الناس. إنسان كيكون معروف عندهم مما كيبيع كما كيقولوا حنا المغرب القرقوبي وهما ذاك الأقراص المهلوسة ولا كيبيع المخدرات ولا كيبيع الشراب الكحول كيعرفوه معروف عندهم، تيقول لهم المهم غتعامل معنا تخدم معنا ولا سبق دخل الحبس وخرج ولا مهم بحال هكا يقول لهم مسكين يا ودي لا درت مع معرفه مع هادو خدمت معاهم دابا وكيدوروا معاه بشي 10000 فرانك ديك الساعه واخا شدوني كان شي حاجه ما يديروا لي والو، معروفين هاد الناس. والغريب في الامر ان مهم كيخرجوهم عنده في واحد اليد كيحمل السكين وفي يد اخرى كيحمل صوره الملك بحال كيقول لك غنقتلك باسم الملك والعالم الوطني. المهم ما كلاتش هذاك داك البلطجيه، كاين استعمال ديال شيوخ المرقى ولا شيوخ البلاط اللي معروفين وعلى راسهم المعروف بالمسمى محمد الفزازي اللي بداوا في البدايه كيديروا فتاوي مهم بان هادو فتنه مهم حاولوا ما امكن بجميع الطرق ولكن ما كلاتش، استعملوا الصحافه اللي حشومه نسميوها صحافه المراحيض اللي حاولوا ما امكن بجميع الطرق بدا يشوهوا نشطاء الحراك بان هادو كيتلقاو بان الحراك اتهم بجميع ما يمكن ان يتهم به، فقالوا بان كياخذ فلوس من البوليزاريو كياخذ فلوس من الجزائر كاين حتى ايران دخلوها في الاخر في اللعبه، من بعد راه كاين دعم خارجي من اوروبا كاين دعم ديال تجار المخدرات. مهم داك الشيء كذلك ما جابش شي نتيجه، حاول ما امكن في البدايه يديروا عاوتاني ما يسمى الكوادر ديال الريف في البدايه، حاول بعد يديروا واحد المنظمه ولكن ما تتميت بحال شي جنين خلق ميت ما نجحاتش، حاولوا مره اخرى ما يسمى سموها الضمير حركه الضمير ولات في الحسيمه كيطلقوا على حركه حمير ما 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 ما, ما, نجح ما نجحاتش. إذن جميع ما يمكن من وسائل خسيسة تستعمل من تشويه ومن ترهيب ومن تخويف ما كلاتش. ديك الساعة ما بقات المخزن إلا كما كنعرفوها كاملين الورقة الأخيرة وهي الزروطة، عرى على 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 كمارته نيشان وبدا كيعتقل في الناس وخصوصا لقى واحد السبة اللي هي صغيرة باش يلعب على المخوخ بأن كانت واحد الحادثة ديال واحد المسجد بأن الإمام خرج على موضوع ديال الدين بدأ كيدخل في الحراك الآخرة، المهم زفزافي كان حاضر دخل معه في الكلام، المهم بأن هذا راه في السد الجو ديال 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 الصلاة الآخرة، منساو بأن حنا عندنا في الريف بحال المسجد بحال الكوميسارية بحال المقدم، مع في الحقيقة راه الإمام ولا بلطجي بجلباب أبيض وقبعة ولا طربوش أحمر، حتى ذاك القيمة ديال المسجد ما بقاتش. الناس كيقولوها دابا كتسمع كيقول لك المسجد اللي دخلها المخزن ما بقاتش بيت الله ولا بيت المخزن، لأن ذاك الهيبة ديال المسجد ما بقاتش. إذن لقاو ذاك السبة زعما يقولوا بأن فيه اعتداء على حرمة المسجد، ولكن ماشي غير أوكي الزفزافي، الناس الآخرين اللي جمعوا حتى واحد ما عنده علاقة مع المسجد، بقات اعتقالات دابا العدد المهم كبار، كاين أكثر من 120 دابا مفرقين ما بين الحسيمة والدريوش وعكوشة في الدار البيضاء، كاين هجوم في وسط الليل على البيوت، مهم إهانة الناس اللي كبار في السن، ترعيب الأطفال الصغار، احتكار الساحات. والمغرب زعما المخزن ولا في هذا الحراك اللي كيسميه ناصر الزفزافي
حراك مبارك عرى 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 اي واحد زعما داك حتى داك الهيبه اللي كانت مازال ما اللي كانت مازال شويه عند المخزن ما بقاتش، لانه ولا الانسان دابا المواطن داك الثقه ما بقاتش. كيفاش ان مثلا غير 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 بعد الشباب مثلا تحرموا بعد ما من الاحتجاج في الشوارع والساحات مشاو للبحر، كاين مشي تبعهم البوليس حتى البحر داخل في الماء، استدعوا الطفل عنده 6 سنين. زعما هذا الدوله منين كتوصل حتى هذا الحد، حتى لهذا الحد الهيبه زعما ديال الدوله حصراه وكيخوفها طفل عنده 6 سنين. سجل لمعلوماتكم حنايا الاكثريه ديال الحاضرين عارفين القضيه، الطفل عنده 6 سنين سجل فيديو كيطلب الناس باش يلتحقوا بالحسيمة من جميع البوادي، وكذلك باش يحافظوا على السلمية اللي هي دائما كي كتردد السلمية ثم السلمية ثم السلمية. السيد الطفل الصغير استدعوه هو وباه 4 ساعات ونص ديال التحقيق، وكانوا كيهدوا الطفل ديال 6 سنين باش يديوه الحبس ديال القاصرين في الناظور، وفي التالي خرجوا بيان بلاغ ديال من الامن بان هذا السيد عطاو ليه 10 دراهم باش يصور هذا. واي واحد كيشوف داك الفيديو ديال داك الدري اللي هو خارق يعرف بان داك الكلام ماشي شي واحد بحال اللي كيحفظوا ليه، وانما الطفل ولا الحراك ولا دخل جميع البيوت سواء في الداخل ولا في الخارج ولا ماشي ديال ديال ديال. وهذا هو هذا هو السر ديال نجاح هذا الحراك ولا ديال التحام جميع الفئات الشعبية في الريف وخارج الريف وجميع الفئات العمرية، هو ان الخطاب ماشي داك الخطاب اللي كنا مولفين ديال القمة ديال ما يسمى بالنخبة، الخطاب اللي تعلموا الناس وراء اسوار الجامعة وكيجيبوك حول ما امكن باش يستعملوه ولا يطبقوه حتى في علاقته مع الانسان البسيط، فلاح عامل معطل امي الى اخره، الزفزافي ورفاقه والناس النشطاء كيستعملوا واحد اللغة هي اللغة بسيطة، كيهضروا على المشاكل ديال الناس اللي هي محسوسة واقعية. وكذلك من بين النجاحات أسباب النجاح ديال هذا الحراك وهو نستطع في البداية باش يزيح ما يسمى بالدكاكين السياسية اللي اسمهم الدكاكين السياسية، ديك الأحزاب السياسية اللي هي ما بقت عندها حتى شي قيمة في عيون ديال المغاربة، حتى ديك الجمعيات اللي كانت كتترزق باسم المجتمع المدني اللي كانت بحال كنسميوها حنايا ولا الجمعية الحقوقية اللي كتسمى بحال الوسطاء مثلا فوقاش ما يوقع شي حاجه كينوضوا الناس هما كيقول لك حنا كناخذوا هذا الملف، كياخذوا الملف من كيسكتوا شويه الناس كيديروه المهم كيتجمد. اذا الحراك عنده في عمره دابا 8 شهور، المغرب المخزن حاول بجميع الطرق باش ينهيه، ولكن كنشوفوا بان كيتجدر وكيتمدد، حتى كتشوف مثلا فيه تضامن، المخزن خايف من التضامن اللي كاين حاليا سواء داخل المغرب، فكاين مثلا كانت مسيره ديال مليونيه وقعت في الرباط، كاين في اكادير في قنيطره في كازا مجموعه من المناطق. إذن ميرث ثومة اسمه محمد محمد إذن ميرث مسين عرقت مرة بعد وذي تتي حضان في الحقيقة بزاف ديال الأفكار كنت غادي نقولهم تقالوا هنا، إذن ما نبقاش نعاود إن هو المهم هو نعطيو الآراء ديالنا، رغم أنني ماشي محاضر، ما عمرني درت شي محاضرة، لأن أنا إنسان عادي فاعل جمعوي، كنت في سميتو في الحركة الأمازيغية وفي الحركة ديال أوتونومية الريف، رغم ذلك أنا ما غاديش نتكلم باسم أي جهة ولا باسم أي تيار، هنا غادي نتكلم باسمي الشخصي سعيد خدور. غادي نتكلم بالأمازيغية الريف ونتكلم شوية بالدارجة.
نش سعيد خطور واخا تنتمي غير تسمى الحركه اموس ومزيغ نخدموا سونوتونو من العريف ماشي ذا ورسويره غرزيج التيار ذا تمثالغ اخفينو نش وتمثيلغ واش نتيانني اذا افكاري غينير نغ الاراء غينير اينو تحمل غدي سنت مسؤوليه نش واش يشوفها الشو ذي اللي قاعد في فيسبوك خلني اذا تيغاني اللي تسمى واضحين حدا من الزوا امش سميت تسمى عريف السور خ الحراك مشى الحراك ما يمي اللي يوض غير الدرجه يرخثو هذا ينجح الدرجه يخا ميمي وينجح شي قبر تصت من المحطه تغان غياريف عذونت ماشي انت ربدا تفشير انت غيام هاد نبدا زي 56 58 59 هاد الناس غار 84 الناس غار 2011 ماشي ثان 2017 يتسمى ثقيم توشيج الصدى عالمي عما صوت توشيج شان يتسمى ويناث الحركه نيشان انتفاضه في مسار غانغ ذياريف زي 1921 وذني تاتي خمني نقان تفقين بلي انه زي 1000 زي عبد الكريم خطابي محمد مزيان وذي ذهبو شان الزعيم يعني منخاس اريفيين ارميد يذها الزفزافي والزفزافي تسمى يقير الشغر سنين يجن وراي ساروخي تسمى ضغية بالعكس توا مرا غزاد قبر توا ظهر عندي ودان مثلا ذي الزلزال الحسيمان يغويناث ظهر بعض الاشخاص هما تسمى قناة قايم يمكن الزاعي يمكن كذا ماشي ولو قيم تسمى يمكن شهور ماشي هو ذي وذي خضار نشاه وخاسمو نشاه ريفيين باش يري ضغية ام شنو الزفزافي ذا مهم من الاسباب تسمى ما يمي الزفزافي يدور ضغيا قاص ضمغا غير فيين لان عده اسباب مهم ثلاث سنيثنت مارا اغلبيه سنيثنت باش نخشين السور ما يمي الحركه نعرف وين تتير ينجح رخثو ونجح انت ثني قبل ان السور 58 59 مثلا ذين انتفاضه تو ذين الزعيم مش هستعرف القانس بلقاء زعيم محمد صلى الله عليه وسلم ماشي هذا انت تيب محمد صلى الله عليه وسلم ويقيم شذي يعرف بالعكس تيهور يجا الانتفاضة غوالس يعرف ثا خسرت زنا تعرف الزفزافي لا الزفزافي غيناش نشدا يكشى اليمين غيناش نشدا غمثل يعتقل ناي ينغي ناي نشد المهم وتفخ ثم واحد نعرف اذا الفرق ضم كان جار محمد صلى الله عليه وسلم قال باللي قال الانتفاضه ديال 58 59 الزفزافي الناس 84 وادي نبوشن الزعي ولو 2011 كيف يودي ظهر رجل حجت ذا المحطة هذينا رغم توغذي النية المحطة 58 59 رمي النية تفشر وسدوار ناس الانقلابات العسكريه كنت تريفي ما يمي لان كنت انتقاما من يقى النظام المخزن ذي 58 59 لان وراء عظي انشاء خاصة عبابو وقت المذبوح ياك انت حدا هذا يعني ينا وراء عظي انشاء سويني كين مجموعة انقلابات خ النظام باش تهضر لي ما يمي مادام ويظن شادي 58 59 اذ حقا مطالب اني خفت فغني ريفيين بالعكس من زين يواجه المخزن يواجه ثان الاغتصابات الاغتيالات يعني اقتصد 6000 واحد في انغيت الا استشحم في قود لحد الان وظهر هذا غير خويا السعد من الجان من بينهم حد يقشيش منهم يجن صغار زيد كبداني وزيد الطاس قاشين عدم قال ما انت ديني تسمى الطاس مودان يجني الله مرقي عاد قناص وقناص المرابط وعافا زيد ما سنت راه انت يفرق حد يقشيش ودي دوير هنا مارا عقد مفقودين اذا ديت تغيري فيين ما يمي عورن لا خصنا شينا ميمي العسكر وسين تكين خصنا تكين انقلابات انتقاما زي النظام ويوكين هذه يستجيب المطالب مصداق نعرف
إن الطاس يقول أنا عريق قارش حقق تنفكس السناح نشوة توري وكيس تيف خشا لكن يقان السناح لأن ما يميت تجربة فكشان أقول لي كل ما نخسر نستعمل السناح وإلا نتفشير ذي صغارون كا والتجربة يا السناح من كان خزام جين ثيما زيغن أزواد جين ثيما زيغن ليبيا رخو رخو تسمى مرحلة يدين جا ما يشوه ذي سنجيح نشاراني هنا لأن ما يمي نستور عاد ذيني فرنسا فرنسا تحكم ذي شمال افريقيا انت ثي جنث انظمه يعني عروبيه تحكم ذي سنت ما مش تخص لان الديمقراطيين انت تاع فرنسا وقت الشا تش ثي الديمقراطيه يعني الحريه يعني ثي جيت الا الشعب نسوي ذو نسوها ورتقيشا الشعوب النغني هل فرق جاري تسمى باش تسقال فرنسا خميني تحكم غا داخر خويذو الناس خميني تحكم ذي بارا خويذو ذن النغني اذا دي تتو انت رجشا زي فرنسا غاخش النوا غاخش كادو انا قي كنوري في تاع الزم اذا صغار من خاز الزم حريه زم ديمقراطيه التوت اذا من تحل ذني تاتي باش ندر شويه ياك مش مشكل لما تحب انت نفهم فيك تفهم إذا نستمر بالأمازيغية أخ أوكي حتى أنت ياك أنت تكزيك تاع مزيان لأن قلت له كان سميته في الريف مثلا من منذ 1921 مثلا من بعد ما أي ولكن من 58 وشنو وقع؟ أن من بعد طلبوا المطالب ديالهم في الريف ونفس المطالب اللي عندي الان تقريبا نفس المطالب ان هاد المطالب استجب المخزن بالقمع وبالاغتيالات وبالسلاح يعني دار حرب اباده في الريف من بعد شنو وقع جاء الدور ديال العسكر هاد العسكر من الريف جنرالات من الريف انتقموا داروا انقلابات عسكريه على النظام ديال العلويين الحسن الثاني باش ينتقموا علاش المجازر اللي دارت دار النظام في الريف لان مادام بالسلميه ما وصلوش يعني كانوا بغاو يوصلوا بالسلاح اذا ولكن كاين مثلا اليوم اصوات اللي كتنادي بدل استعمال سميتو السلاح من اجل تحقيق هذا المطالب قلت له داروها في ليبيا داروها في ازواد وفشلين حتى في تونس ايوه إذن هولا فهمت وكانوا يحبوا يجروهم للعنف ايوه نفس الشيء في المغرب ان المخزن لحد الان كيحاول ما امكن باش يجر المنطقه ديال الريف للعنف يولج مبرر لان هولا باش يوجد شي مبرر باش يتدخل عسكريا ويعطي سميتو الشرعيه للتدخل ديالو للعالم إذا ديت تيت مخ من يتصور إني قان سناح قاغس نلقى يتسمى قان الشعمود أنا عتجيخ في النغ مش خاصة ديري فيين أنا عتجيخ في النغ ديم الزورة قطع زي مناطق نغني لأن رأس كما يغيرح قال رأس كما دي صغانا شنو قال جوا وبحرا وبرا قال ما يسمى غيوث قال جبس يقضي شن دعم دوالين يغشان حاجت قال وذين والو قضى انا غير استرسخ الارهاب المخدرات تنتق انت غاسمان اني موجود غاسمان اني موجود وحمان تحمى فرنسا اذا البديل غانغ شمت البديل غانغ منت البديل غانغ اثنين السلميه فهمت الشارع صافي اثنين انت مسرين السلميه الشارع مرن تخلى خينا ندور غفا باللحمه غاسنا كلشي لا داخل بارا قبل شي سنين نقشدي هولندا نغي اوروبا غير صافي انت في التراك واحد غا يعرف زي المطار ذيك غير بدات السكرة قال بدينا غير خوت قنت استفزازات ذي الديوانة ذي الديوانة ترخو ما تستنشي تسمى تغوش ذي الديوانة تقلنا شن تقلي استنتاقات قال السوركشنغ وذان عقوحان يعني قينس الاستفزازات ذي الديوانة ترخو ذي الديوانة ترخو إذن ديت البديل من غاتك قد الغرب قد كونترا نغي مزيغن الغرب قد كونترا نغي مزيغن يمكن وصير موقف امريكا ما عرفتش واش موقف امريكا بنفس الشيء كيف اذا مادام كيف البديل ميحنا وغان غوالو يا السلميه نحا تشينا نحا روسيا ما يهضر حد قال روسيا حشخوا عرب المار وزن تقيشا
الشرق الاوسط فهمت توعد يهمس نقي والو اذا منت البادي اللي غانخذ شي غاي مزيغنا هو السلميه و تني خصها تدور زعما غاس تغثو في تدفع غامرين لان البديل غار نشين غاي مزيغن هو ما مش غان كان سيو تبرت غا الشعوب ثينا الغرب ما مش غان كان اثى سياسيا ولا تسمى جميع الطرق باش نسو تبرت غا الشعوب هي مش كان ظن كان ضغط سندن الضغط تنخ الحكومات نسند الضغط تنخ النظام الانظمه نسند لان مروان قيامو مثلا فرنسا ذي نكتازي 3 مليون يمزيغ مع 4 مليون ذي مروي ويضنيين 4 مليون 3 مليون الثاندي الشعب الفرنسي السود انتبرت يمزيغ شمال افريقيا مزيت عانان مارة تدخلات تسمن لفرنسا ذي الشعوب شمال افريقيا صافي نفشر نشين كيف ذي هولندا ذاني تاتيا 500 الف مع 400 الف ريفيين فهمت؟ ما رواني ويد الشين تاتي تدي هولندا نسيو تبرات النغ غا الشعب هو تتأيدو ذا هولندي يعني نفشل كيف ذي بلجيكا كيف ذي المانيا ذي النرويج لان ذي بعض الدول مثلا برا فرنسا ذي بعض الدول اوروبيه مستقله وزما تسمى الضغط انت مالا الشين السياسيين غاتنوض لان الشين ما عرف مين انت غير ما جارا نغضي فيسبوك واه بلا 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 ولكن ونسقاقو بشي وريم غان مثلا النرويج تسمى جندولا زما تاثر الطاس في المغرب لان محايده فهمت دي مجموعه الدول ماشي شوا تنطرح شاه ونستفيد شاه ازاي انت عما خاص تنسقاق واخا تروح غا فرنسا وغاش تسري غا الحكومه ولكن مالا يدوز نسيكاد خاصه الطبقه المثقفه الفلاسفه غدوينات الكتاب وزيد السياسيين ينا مالا يوض تسمى نكسبي ثند اي فرنسي صنع نكسبي ثند زما اثار الحكومة نسان الثانخ الرئيس نسان يمكن تبدلنا باش تسقان النظرة نسان غان غا الشعوب شمال افريقيا مروان قيامو قمام فرنسا تير هذين غير يوم الدين لان انت غاس مصالح نسو مثلا ما يمين انت الديمقراطية ما تقص حاس فرنسا مش تقع ادنا والديمقراطية الشعوب نغني ني امريكا قاش دوز قاعدين التجارب دين العراق دين سوريا دين ليبيا دين يجينا شنو الديمقراطية وزن كي جا سخارق الخزنوه بالعكس كي خلقنا تسمى بعض تسمى المشاكل النغني حما غتفتح كم مباشره للثروات مباشره باش تقان المعادن البترول وزيد اذا انت فرنسا ما تقرخوا لحد الان دي شمال افريقيا كيف مع عليك خصها باش تقان الديمقراطيه اتك دول يعني الديمقراطيه السين يكون فيكون دغيا ولكن السن الديمقراطيه ني اتيري اتدور سيل باش تقان تهدد مصالح فرنسا اصاحي صافي هنا هي المشكله اذا هو زما فرنسا نعرف هذا رغم شي تو غار ديمقراطيه في الحقيقه نشي الشعوب الشمال افريقيه تو غار ديمقراطيه ولحد الامل تروح غار كامباوات عاد ديمقراطيه اقتديني ما يجي اعرف الامازيغيه ماشي انت فرنسا ما تخدم انت اللي تقدر نخلع اعرف الامازيغيه انت اللي ديوسي خصك تقضى في اطار حق تنظيم 1930 ما يسمى بالظهير البربري والني لان انت تسل فرنسا تقد دراسه مليح لشمال افريقيا شوف ان الاعرف الامازيغ القوانين الامازيغيه يعني من ارقى القوانين يسن التاريخ يعني الديمقراطيه ما مش معامل جالس ما مش بالطنطم ما مش بالطنمان مش تفكير مشاكل لا حتى الاعدام وغنغي تجي نشي حتى الاعدام وغنغي تجي غنغنى فيه لان قلت اللهم شنغن طويض غنشنغن وركز نشرب مواث غزايت تسمى اللهم جينا وريك سيش تموات قاسو يني قساح لان اريف امازيغن ما يمكن النفي يخضان النفي ويخضان شل الاعدام فهم الزوار وني ثني تسمى وتخصن شد قني تسمى الطريقه ني ذا من وتخصن شا ماشي واخا يا مني قساح لان باش شحار ما زيد موات النش وغاك تيري والتذفد قسمي تعنا نغلى تسمح دي تدع تسمح دي فاميليا تسمح دي ثقبيت شنو موات النش وغاك دي ستاسجن حاش لا جميع الاملاك تسرسي تنت فكاد سقوب وعاد يمكن تجن ممكن تجن شا إذا ما قهوة تدي قانص الله يصلح في تسمى تحت إما تنتحضني تزاد تصبع ضوا تقدر ثم بعد النغني تقدر حياة النغني الجديد
اذا ديت شمال افريقيا وغادي سجن ديمقراطيه جد راقيه تعترف نيت نزايس. للاسف انه شي نستور خنا عاق لا ترومي يعني الحاج تاع لا ترومي شي توتغانق ينا عاد ينا عاد هزونا ضوضن ما يتغيوضني مزيان لين خمي راح شكتا قبيت تحكمي خفنز غاس ام غانس غاس جار الناس غاس مجلس الناس يعني البرلمان محلي انت قبيت انت قبيت شو قبيله ذا يستعمل سيدي نوام غا ذا يسجار راي ذا يسمج لي سيتسيان والاجتماعات تقريبا يوميا نيق اسبوعيا ندير سواق ما رمي تمسار منايا شي ناقص الاوتونومي لا تحش الخنا الاوتونومي عاد ما مش نعزت الطريقه زنينا توصل الخنا هادي شي نقا حق دي مش سقان الجهوية المتقدمة المتخلفة ماشي الجهوية المتقدمة اللي يصلعوا مارد الساعة مش سقان ونزوج ذا الساعة ينظرني غاني تنغافس يقزلنا يربعان الجبالة ما يجي يعرف في السوال ما يجي الأوتونومية في السوال ما يجي الجهوية ما ينوالو يعني كلشي ما يتيرها في إطار المقاربة الأمنية فقط صافي أي اختيران ومارا من عوامي في تيرار خو اخي قروان نعرف باش جهة وجدة اتكسيش جهة النضاوينات جهة طنجة تكسيس جهة الحسيمة ذا جهة نفسها تكسي عاوز قزنين جهة جوهتة صافي اقرا نعرف ليس حكم من جهة النغنية نهني انا قيمة توين زباروها اذ مانايا يتقدولا يتقي تسمى تيرار يلا خل مصالح نس وحز اذا انت تتم تستجب المطالب نعرف الدور غاوين عامين اني غاجين الشارع ذي الشارع ذي الشارع السلمية ذي السلمية ذي السلمية ما رنف خناينا وتستجيب نوالو هذا سنتكسن اللوصة أذار اللوصة هذه أقاليم سوان أقاليم سوان خل أقاليم ذا قال الأستاذ ليدي هو خاش تم سوان خل أقاليم مستوى
الاكاديميون اساتذه قدها هذا خاصنا نعرف ان الندوات تبغي تفرات اللجنه انفيسي امنوسا خساره نتسوس كده هو للنقاش عاد نقاشات تنجم من بعد لا خلينا نقاشات من بعد عاقل اخذ اختصر باش نعزم النقاش ايوا باش نحلوا النقاش لا لا مرحبا النقد مهم لا بالعكس تعجبني النقد لان النقد مهم لا خشناش نشوف جابوا محاضر وتجربوا متخصص ديال المحاضرات وانما تيشغلش افكار يوم شنو كيف كيف نجز الشيء كذا وين وين كيف كيف تيشغل افكار انت نتناقش افكار ولكن الشكي شي نجح هو كيش اتفق كيش نحاش من غير هيني بلي الحراك فاشل كيش اتفق نهائيا الحراك ينتصع ولحد الان ينتصر لان الانتصار زمان يتجلى خمي غير في الاستمرار يا عادي ودان الوعي غاي ودان ام زيانا مقران خمي غير في المسيره تعمص وتنفق في اوروبا يريفيين اطاود 8000 10000 11000 ذي المسيره عمص واصني ويد انا وضاب عارف دي هولندا عمص واصني ويد اخر من شسقا مسرح مش شسقا مسيره حدا غدا يسنج دي الزلزال الحسيمه 2004 اقدر بعض حضان حماد الاستاذ ايوا راح 500 واحد واحد 500 الزلزال يعني وذا المذان كذان موتا كتاز قرش من وذا المذان رغم ذلك واحد حضان ورد 500 وثيويد وثيويد ايوا تو غادي بزاف ديال الصحافه مسينت اي ني عندش صافي اذا باش تصفغ ديري فيين دي اوروبا دي مغارين سر واش ولات تصفغ رفقير زي مزيه قليمان تصفغ الطربه ادرس نغال مسيره عماش توقع لي التاريخ ني ريفيين خصني غير نعترف اي ريفيين انه تاريخيا فاش قاغ الثوره ثاني تاتيا كلا زين عبد الكريم حسن زين عبد الكريم لانه هذا شي موحد وسلميه اللي معتقد مختطفين قد ندير حبس قد تجس الفاكتوره ياك ولكن نشين ما نستمر ذي باره نستمر ننتصر ننتصر لان لاول مره باش الناس زي عبد الكريم خطابي ارجخو ان زعيم خاسمون ماري ريفيين الا الخوانا ثقة عادي ماشي مشكل حتى دير بعض الخوان تيان دوبل اقلك بزاف ماشي تيلعب لك المخزن لان ما يمي الله يهديك قطع شي رخ اخر لان واجب النقد ولا الرد لا 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 واجب النقد الله يهديك ولا جا واجب النقد ولا الرد تسمى النقاش واه نقاش ايوا شنو واجب كمل 10 دقائق المهم الشخص السوري نحاشت ان الحركات التحرريه دي شمال افريقيا الرب بدا طفنتي تستفاد زيت الشعوب الاخرى نشوف اذا نستفيدها مثلا عبد الكريم الخطابي حركه تحرريه انت سيف ذان دي العالم التاريخي يجي بدا عبد الكريم الخطابي واش اللي استفاد استفاد زيت فيتنام استفاد زيت الصين الشعبيه استفاد زيت ايوا امريكا اللاتينيه كلشي استفاد زيت بالعكس الشعوب شمال افريقيا واش استفاد رغم ان عبد الكريم الخطابي زي المنفى خطات فند مصر يراغد يراغد غار امغار ان نمشي سقان شمال افريقيا الناس من تقيم خاص تصم قاعد مع الاستعمار ذا ذني تتير يقى تنازل عبد الكريم الخطابي يقى تنازل خرج الجمهوريه تويقى رغم اي تنازل يتنازل يتنازل خرج الجمهوريه عبد الكريم الخطابي تنازل خرج الجمهوريه يراغد خاصني الناس كاث وانت السبب يستقل زياد تونس باش سقاني مراتي قنوني حد يقشيش اول من اطلق رصاصه ذي الاوراس يسكي عبد الكريم الخطابي لان تزايا تزايا تسنوت السنشا قويس ويقين تسمى اول ويذرق نقاطاس قد حد يقشيش ماشي ذا جاويني بالعيد ما يسمى بالعيد قد حد يقشيش يسكي عبد الكريم الخطابي يروح نتقي يذرقنا باول رصاصه ذي الاوراس ذي باش سقاني ذي تزايا اذا ديت تي باش تثبت دغ باش نعزم احسن باش نفتحوا النقاشات اذا كان بزاف ما تقال ولكن من بعد يمكن غادي يجي هذا الشيء في النقاشات وشكرا تنبيه